شو وينه شادي؟ عم يفرش اسنانه. طول بالسهرة، شو القصة؟ ما في بالعادة يتأخر بالسهرة لهالوقت. يا سيدي صار له ساعة حايس بده يحكي معك بس ما له مسترجي. خير؟ شو بو؟ ما بعرف بس مبين انه في بتمه حكي ما عم يقول لي. بخصوص شو؟ ما بعرف. يعني متضايق من شيء؟ مثلا حدا زعجه بالمدرسة؟ لا لا ما بتصور، لأنه لو كان حدا زعجه بالمدرسة كان حكى من النهار، وشادي مثل ما بتعرف ما بيخبي عني شيء. طيب بسيطة، هلا بسأله. هو بيني وبينك يمكن أنا عرفت طرف الموضوع. شو هو؟ قال يا سيدي بده غرفة ينام فيها لحاله لأنه عم يتضايق من بكى أخوه الصغير طول الليل. تصبح على خير. تعال لك بابا، تعال. عاوزك شوي. نعم بابا. بدي أحكي معك كم كلمة، تفضل عندي شوي. ايه شادي، انت بدك تقلي شيء قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرأ كتابك؟ لا ولا يهمك، عندي وقت، احكي اللي بدك اياه، عم بسمعك. بابا انا كبير ولا صغير؟ آه شوف، اذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير، واذا بدك ترضع حليب بالبيبروني فانت كبير. ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي. طب ما بدي اعرف شو بيقصد بالصغير والكبير. على كل حال هات لشوف يا شادي، شو طلبك انت بابا؟ بصراحة بابا انا عم بتضايق بالنوم يا احفادي. ليش بقى؟ انت عم تنام بتخت وهو بتخت، شو يلي مضايقك؟ صحيح بس فادي بيبكي كتير فيقلي بالليل. صحيح الحق معك، بظاهر نومه خفيف انت. طيب غير البكي تبع فادي في شي مضايقك كمان؟ ايه. شو هو؟ خاف تزعل ماما. لا تقبرني احكي، ما بزعل. حلفي بالله. بدون حلفان، احكي حبيبي ما بزعل. ليش الشغلة متعلقة بأمك؟ مو متعلقة بأمي، متعلقة بماكينة الخياطة تبعها. خير، شبهها ماكينة خياطتي؟ صوت قوي كتير، وانتي ما بيحلالي تخيطي عليها لما بكون نايم. الحق معه يا بارعة، الحق معه، يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور ماكينة خياطة، افعلا شغلة مزعجة. بقى الله يرضى عليكي، هي عم فهمك ها؟ ابتنقلي ماكينة خياطتك بكره لغير أوضة، فهماني شو عم قلك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي ابدا ينزعج. اما بالنسبة لفادي فاعملي جهدك ما يبكي ابدا. منيح؟ عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كأنك مارك مبسوط بهالحل؟ قول ماما، إذا في شي بدك تقوله قول، لا تستحي. بابا كل رفقاتي اللي بعمري عندهم أوضة لحالهم إلا أنا. ها هلأ فهمت عليك، يعني بدك أوضة لحالك. ليش لا؟ ما صرت كبير أنا؟ بلا بابا أنت كبير. بعدين الأوضة اللي عنام فيها كلها غراض وفيها خزاين وطاولات واللفاية، لما بتتنام عنا بتنام عندي فيها. يا ماما ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم واقتنعت؟ إيه صحيح بس ما عم برتاح. تكرم عينك، هلأ أنت قوم نام بابا وإن شاء الله ما بصير إلك الخير. قوم نام بابا قوم. بس مو تضحكوا علي. لا حبيبي لا تخاف، طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بوعده. طيب بدي أسألك يا شادي، منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما في أوض زيادة. نام بالأوضة اللي فوق. إيه بس هالأوضة فيها كراكيب كتيرة. إيه بسيطة، شو هالشغلة؟ بيعوا الكراكيب. تكرم عينك، قوم حبيبي، قوم هلأ نام بتختك وبكرة منلاقي لك حل. تصبح على خير. وأنت من أهله بابا؟ اجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي. شايف ما اخبسه؟ صار له شهرين عم يزن باذني حتى افتح الموضوع قدامه. بس والله لساته صغير، شلون بدي احطه بالاوضه لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيها خساره منجرب. طيب والكراكيب وين بدي اروح فيها؟ ولا يهمك برفعها على سقيفه، وإلك علي افرش له اياها وساوي له اياها احلى اوضه. والله بيضحك هالشادي، يعني بده يعمل حاله رجال بهالزور. بر قلبي معك. مثل ما عم اقول لك يا وداد، ابوه ما عم يرضى. ليش لحتى ما يرضى؟ يعني اذا الولد حابب ينفصل بغرفه لحاله، انتوا ليش لحتى تعاندوا؟ ما بعرف، ابوه له راي ثاني. حاجه بقى، بلا راي ثاني بلا ثالث. اذا انفصل الولد بغرفه لحاله بصير يعتمد على نفسه وبتقوى شخصيته وبيشعر باهميته. صدقيني يا بارعه، ابني لؤي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر عايش بغرفته اللي خصصنا له اياها. وقديش صار عمره هلا؟ فات بال21. لا انت شوفي غرفته ما احلاها، الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبره ويليف البلور
وما حدا علمه هيك، هو لحاله بيحب النظافة والترتيب وبجن جنانه إذا حدا فات لأوضته ولعب له بغراضه. بجوز أنتو فصلتوه عن البنات لأنه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك ياهم. ليك والتانية على هالحكي، يعني معقولة نفصله عن البنات وهو لساته باللفلوفة؟ بعدين تعي زورينا أنتي مرة وفوتي لأوضته. إيه والله والله روايح النظافة ومعطر الجو اللي بيرشه بالأوضة بتفتح النفس، وأبو ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعد الظهر إلا بغرفة لؤي. ما بعرف يا وداد، كل واحد إله رأي وإله عقل. ولك ماما ليش أنت عنيد؟ ما بعرف. مالي عنيد، بس ليش عم تضحك علي؟ هلأ نحن عم نضحك عليك؟ طبعاً، لأنه كل يوم تقولوا لي إننا نخصص لغرفة لحالك، ما كنتوا تنفوا بعضكم. شادي، حساب أنت فهيم شو صار لك؟ عود ماما عود. ماما حبيبي انت لساتك صغير، صغير كتير. ايه ابوك يلي هو ابوك عاش وتجوز وما حلم، مجرد حلم انه يكون له غرفة لحاله، حتى لما تجوز انا عم نام معه بنفس الاوضة. ولي وليش عم تضايقي؟ هلا انا اللي عم ضايقه؟ طيب ماشي الحال، يلا قوم نام هلا، قوم حبيبي، تصبح على خير. تصبحي على خير. مساء الخير بابا. مساء الخيرات. شو رايح تنام؟ طيب معلش مساء الخير. مساء الخير. قبل ما ينام بدي ورجيه على شغله مهمه كثير، تسمح لي؟ هات ايدك لشوف. تعال حقني لشوف. ايش هادي؟ غمض عيونك هلا. فتح عيونك. أكيد مو إلي. عجبتك الغرفة شادي؟ يا الله ما أحلاها، ما أنا مصدق عيوني. هي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة، شو رأيك بابا؟ صحيح بابا؟ شو رأيك بهالتخت شادي؟ إيه حلو كتير كتير كتير. يا ترى هذا ذوقك ولا ذوق بابا؟ لا هذا ذوق بابا، بس أنا اشتريت لك كل هالألعاب. يا الله ما أحلى هالسعدان، منظره بضحك. شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير. وشوف بابا، شوف هالخزانة، هي حطينا لك كل أواعيك وكراكيبك فيها. هالفطبول إلي كمان بابا؟ كل شي بهالأوضة إلك. يلا حبيبي روح بوس إيد بابا وقول له الله يخلي لنا إياك. شكرا بابا، شكرا الله يخلي لنا إياك. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا شادي، انت بتستاهل. ليش بيستاهل شادي؟ لانه اولا مجتهد وحباب وبيسمع كلمه امه، ولهالسبب ما في شيء بيغلى عليك. امتى بدي نام باوضتي؟ هلا اعتبارا من هالليله، شو رايك؟ ايه ما عندي مانع، موافق. طيب نحن هلا رح نقول لك تصبح على خير. متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله، وقبل ما تجي انت بشوي كان فايت ينام. عظيم، لكن هلا اتسطح حتى اقول لك تصبح على خير، وبكره بتقلي انطباعك عن نومتك بهالاوضه، ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي. تصبح على خير حبيبي. تصبح على خير. وانتو من اهله. تصبح على خير، باي. فعلا، واكيد بكره رح ينشر الخبر بين رفقاته كلياتهم. تعرف بس بلشت استوحش له من هلا، ماني متعوده انه ينام بعيد عني. طيب مو هيك بده؟ نحن لبينا طلبه. Thank you.
طلع الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس قالت لو نو نو. صباح الخير. صباح الخيرات. تشرب قهوة؟ ايه ما في مانع. إيه على عيني وراسي، بس لروح اطمن على شادي بالأول. صباح الخير. صباح الخيرات. اللي تقبرني، إن شاء الله انبسطت بالنومة بأوضتك. ايه ماما انبسطت كثير. حدا زعجك؟ حدا بكي بالليل؟ لا. عظيم جدا، ألف مبروك عليك، هات وزير شوف. روح حبيبي هلا، غسل وشك على بين ماما ما تجهز لنا الفطور، إيه؟ إيه من عيوني التنتين، تعال يلا حبيبي يلا ماما. ها صباح الخيرات شادي. صباح الخير. ايه قلي يا شادي، ان شاء الله ارتحت بالنومة؟ ايه بابا ارتحت كثير. عظيم جدا. ها صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شو مبين اليوم فايق بكير؟ ايه ماما بدي اتفرج على الافلام كرتون بالام بي سي. قوم حبيبي غسل وشك وفرش اسنانك، تعال. تفضل بابا اطلع لشوف. ايوه اطلع يا عريس.
يلا. عم تبرد شي بالليل؟ لا بابا ما في برد. عظيم جدا. بابا انا عندي سؤال بدي اسالك اياه، بس بدي منك تجاوبني بصراحه، بتوعدني؟ ايه بابا بوعدك. ليش ما عم تنام باوضتك؟ جاوبني بابا، انت دائما بتحكي صدق. كنت امبارح عم بتفرج على التلفزيون بالصالون، قمت نمت. ما اقتنعت. بالظاهر عم تخاف لحالك، مو هيك؟ لا بابا ما بخاف. بابا شي طبيعي الانسان يخاف. انا مثلا كنت خاف وانا صغير. انت كنت تخاف؟ ايه. من شو؟ يعني مثلا جدي كان دائما يحكي لي حكايات عن الفضاء والكواكب والغابات والحيوانات والاعاصير والبرق والرعد. بس ما في شيء بخوف بالحكايات. صحيح، بس انا كنت خاف من جدي لانه مركب طقم اسنانه وبيحكي هيك، كان مكاني قديم الزمان. بقى بابا مثل ما لك شايف، ما في شيء بيخلي الانسان يخاف، خاصة اذا فكر الانسان بالاشياء الحلوة. بايش بدي افكر يعني؟ فكر مثلا انك رايح رحلة مع رفقاتك وعم تلعبوا بالبستان، والبستان كله حشيش وعشب اخضر، وانتوا عم تركضوا وتقلبوا تقالات او عم تلعبوا طميمة وتتخبوا ورا الشجر. طيب احيانا بيجي لنا ما بنام مع انه بكون نعسان. بجوز يصير معك هالشي وتقلق، ولما بتحس حالك قلقان غمض عيونك وتخيل حالك راعي خواريف بيض وعم تعدن لهالخواريف البيض الكتيرة، وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. طيب بابا بدي اسألك، الفراشة بتخوف؟ بالعكس، الفراشات كتير حلوين. الفراشة مخلوقة كتير لطيفة بابا. والجرادة؟ ما بتخوف، بجوز تنقز بس ما بتخوف. على كل حال بابا نام هلأ، وأنا هالليلة رح نام عندك. صحيح بابا؟ ولو، كم شادي عندي أنا؟ يلا تصبح على خير بابا. أنت من أهله. أسعدني، بدي نام جنبك، اسمح لي؟ يا الله، يا سلام على هالتخت شو مريح. كان يا مكان، يا قديم يا زمان، كان في دب أبيض. هلا شو بدنا بالحكي اللي ماله نتيجة؟ عطيني من الآخر، بدك تروح ولا لا؟ يا فدوى الله يرضى عليكي، لا تضوجي علي ولا تحاكيني بهالأسلوب هاد. الموضوع مو قصة روحة وجاية، الموضوع إنه وقتي ما بيسمح. طيب بس فهمني أمتى وقتك بيسمح؟ صار لي أكثر من شهر عم بسمع نفس الأسطوانة. إيه طبعاً، ولسه بدك تسمعيها كتير. شو يعني؟ عم تتحداني؟ لا يا روحي، شو الحكي هاد؟ معقول اتحداكي؟ بس المشكلة انك مو مقدرة طبيعة عملي وحجم المسؤوليات اللي حاملها انا. ومين قال لك اني مالي مقدرة؟ يا سيدي انا مقدرة انك مسؤول كبير وشغلك لفوق راسك، وعم تقضي معظم وقتك باستقبال وفود من المطار وتوديعة واجتماعات وجولات ميدانية وقص شرطان حريرية ومقابلات صحفية. هذا الشيء كله بعرفه وحافظته بسم، بس هاد ما بيمنعك انك تخصص ولو جزء صغير من وقتك لعائلتك. معليش حياتي، لاحقين على الالتزامات العائلية، وتأكدي بكرة بس أطلع تقاعد أو بس يزحلقوني رح أقعد لك بالبيت ورح نقضيها زيارات لبيت خالتك وعمتك ومرت أبوك. أما هلأ آسف حبيبتي، بدك تعذريني، في عندي شغلات أبدأ وأهم بكتير. ماشي الحال، جاي اليوم على الغداء؟ يعني احتمال. وكيف بدي أعرف أنا؟ حبيبتي موبايلك معك وموبايلي معي، يعني بكبسة زر بتعرفي وين إحداثياتي وما رح ضيع عنك. هذا موبايلي ولا موبايلك؟ موبايلك، ما حلك تحفظ رنتو؟ ايوة عفوا. ألو، أهلين أبو نجوى. الحمد لله ماشي الحال. شو هاد؟
قائمة الترشيحات؟ الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما أطلع من البيت. لا لا، مو من البيت عم بحكي، عم بحكي من السيارة. روح دغري يا أخي، روح دغري، شبك؟ لا توقف على الإشارة. إيه أبو نجوى، لا تأخذني، كنت عم بحكي مع الشوفير، عدم المؤاخذة. المهم عزيزي، حاكيني الساعة 3 بكون رجعت على البيت. لا لا، مو على رقم البيت، على الموبايل بكون أحسن. وهو كذلك. الله معك، مع السلامة. فظاع على الشخص شو ملحاح، بلح كتير. تعرف راضي، يمكن أحسن ميزة للموبايل إنه الواحد صار يكذب على راحته بدون ما حدا يكشفه. صحيح، بس كذبي أنا كذب أبيض، يعني واحد لجوج ولحوح ونقاء وحويصليته ضيقة مثل أبو نجوى بيضطرك إنك تكذبي عليه غصب عنك. يعني بسمع أبو نجوى بتعمل هيك ولا دائما؟ لا لا، شو دائما، بسمع أبو نجوى وأمثاله. يلا حبيبتي، بدك شيء؟ لا سلامتك. يا أبو عدنان. نعم أستاذ. الله يرضى عليك، جهز لي السيارة. إيه على عيني براسي. يلا خاطرك. الله معك. بالعكس يا أخي، مو مشكلة منوب، بس الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما أروح لعند السيد الوزير. إيه طبعاً طبعاً، أنا هلأ صرت بالوزارة وفايت لعند السيد الوزير. السيد الوزير بمكتبه؟ طيب 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 طيب، شكراً. إيه عزيزي، بحكي معك بس أطلع من عند سيادته. إيه إيه، وهو كذلك. الله معك حبيبي، مع السلامة. على الوزارة أستاذ؟ لا لا، مين جاب لك سيرة الوزارة؟ خذني على مكتبي. حاضر استاذ. ايه يا امل، شو في عندي كمان؟ استاذ عندك اليوم اجتماع لجنة المشتريات، وفي عندك اجتماع. خلص خلص، مو جاي على بالي احضر اجتماعات اليوم. يعني الغي لك مواعيدك اليوم استاذ؟ لا 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 تلغي شيء، تصرفي من عندك. قليلا وجعوا راسه ومغص وبطنه، طلبوا حدا من المسؤولين هيك شيء. ولا يهمك استاذ. بتريد شيء ثاني؟ لحظة. الو نعم. اهلين علاء. تمام ماشي الحال. كيف؟ مين بدك تبعت لي؟ اهلا وسهلا، بس يا ريت حكيتني قبل شوي. لا هلا طلعت من شوي. ايه راي على القياده. لا تنزل من النفق يا اخي، لا تنزل من النفق، مالك شايف العجقه؟ اوف. ايه علاء، كنت عم بحكي مع الشوفير. شو رايك تبعت لي هالشخص بكره؟ ايه طبعا طبعا، هلا بسجل اسمه. مو هلا، قصدي بكره الصبح بذكر السكرتيره. على كل حال انت عمل لي رني على الموبايل وذكرني، مو شرط تحكي، اترك لي مس كول وانا بتذكر. اوكي علاء، اهلين، الله معك. العمى بقلبك ما غلطك. اوكي امل، بايش كنا عم نحكي؟ استاذ حضرتك قلت لي انتظري لحظه. ايه ايه تذكرت، انا هلا نازل، اذا طلبني حدا مهم على المكتب اعملي لي مس كول من عندك. حاضر استاذ. تفضلي على شغلك. أنا هالمقترحات كلها مالي موافق عليها، وبصراحة الخطة كلها بدها إعادة صياغة من جديد. إيه لكان اشتغلوا شوي يا أخي، اشتغلوا شوي الحكي هذا. ألو، أهلين فدوى. أهلين. إيه والله مشغول، عندي اجتماع. طيب عزيزتي حكيني بعد ساعة، يا أما عملي لي مست كول وأنا برجع بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا لطيف يا سهام، لو تعرفي قديش اشتقت لك. ما بصدقك. بزعل منك. ها شو ما بصدقك، لازم تصدقي. بتعرفي اني لغيت 3 اجتماعات مشان اجي اشوفك؟ عن جد؟ اذا بدك اسالي السكرتيره اما. لا لا خلص صدقتك. شو هاد؟ مسجله صغيره. وليش حطيتها هون؟ شو بدك تسجل لي صوتي؟ لا حبيبتي، بس هي الى استعمال تاني. استعمال شو؟ ما فهمت عليك. هي مشان المؤثرات الصوتية. كمان ما فهمت عليك. خلاص لا تفكري فيها، انسيها. ليلي هلا.
اشتقتي لي؟ بلا اشتقت لك. قديش يعني؟ هلا رد على موبايلك. هاي مرتي هلا وقتها؟ الو؟ نعم. اهلين حبيبتي. اهلين. نعم؟ شو عم تقولي؟ في عندي صوت دوجة؟ ايه طبعا الحق معك، لاني عم بحكي من المطار انا. ايه ايه. الو؟ سمعتيني؟ اضطريت اطلع استقبل الوفد الصيني. والله ما بعرف امتى بتصل طيارتهم، بس المفروض تصل بعد نص ساعة. ما بعرف يمكن تتأخر شوي او اوكي حياتي اوكي. بس اطلع من المطار بحكي معك. اورفوار، مع السلامة. يا امي ما اواك، هلا حاطت المسجلة هون مشان صوت المطار؟ لا مو بس مشان صوت المطار، هذا شريط في كل شيء، يعني كل كذبة في إلى فتوى هون بالمسجلة. شو اسمه شريط مؤثرات صوتية لكان؟ لا تكون بتعمل معي هيك لما بحكي معك على الموبايل. لا حياتي، معقولة أعمل معك هيك شيء؟ تصوري. إيه بعمل هالشيء مع كل الناس إلا أنتِ. حبيبتي أنتِ لسه. أبو نجوى هلا وقته هو الثاني. أهلين أبو نجوى. كيفك؟ شو أخبارك؟ لا والله مو من المكتب عم بحكي. من المعمل. إيه مريت شوي لأطمن على الإنتاج. يعني بدي شي ساعة ونص حتى أخلص جولتي. لا والله عندي 50 مشكلة بدي حلها. وهو كذلك. بخلص وبحكي معك. يا أما وينك؟ أنت اعمل لي مس كول. أوكي. أوكي عزيزي. الله معك، مع السلامة. بتعرفي يا سهام؟ يمكن أكثر جهاز مزعج اخترعه الإنسان هو الموبايل. لك يخرب بيته شو سائل وبيضرب على العصب؟ يخرب بيته. إذا كان هيك بده يرن لي على الطالعة والنازلة، بالفعل سائل. العمى شو ها؟ ما بيهدى لا ليل ولا نهار، واريده تقرضه ان شاء الله. الله وكيلك يا سهام، في ايام بيجي على بالي الحشه بالارض وادعس فوقه واكسره. طيب ريح حالك منه واطفيه وانتهت القصه. على واه، يا ريت بقدر اطفيه، ما المصيبه هون، يعني نحن ما عاد فينا نستغني عنه ولا لحظه. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا علاء. ردي انت واعملي حالك السكرتيره امل. شو بدي اقول له؟ قولي له الاستاذ راضي بالاجتماع وترك موبايله معي. الو، مين معي بالله؟ اهلا وسهلا. لا والله انا مو المدام، انا امل السكرتيره. لا والله الاستاذ راضي بالاجتماع وتارك موبايله برا. بتحب بلغه شيء؟ طيب على عيني، بس يطلع بقول له. الله معك، مع السلامه. شو قال لك علاء؟ قال لي بس تخلص اجتماع اعمل له مسكول. مسكول؟ وامتى رجعتوا من المطار؟ ايه ضلينا شي ساعتين بعد ما حكيتيني، لانه تاخرت الطياره تبع الوفد الياباني كثير. قصدك الصيني؟ ايه صيني. قلت الياباني مو؟ زلت لسان. عم اقول لك هالصينيين مواعيدهم مفشكله مثل العرب فرد شكل. ليش هن شو دخلهم؟ اذا الطياره تاخرت ما بيكون الحق عليهم، بيكون الحق على الطياره. إلا إذا كانوا جايين على طيارة صينية. طبعا على طيارة صينية جايين، لكن على طيارة يابانية تصوري. هذا هاشم المالح. خدي ليلو، مو هون أنا بالحمام. ألو، أهلين سيد هاشم. لا والله راضي بالحمام، بيعتذر منك كتير. طيب ماشي على عيني. في شيء تاني؟ لا ابدا، هذا كل شيء. فوت لك باقي البريد استاذ؟ لا لا، كفاها الله اليوم، عندي مشوار ضروري. هلا نازل؟ ايه هلا. بس عندك اليوم اجتماع مجلس اداره. مو مشكله، خليوني اجلوه لبكره. حاضر استاذ. واذا حدا سال عني وين انا؟ عامل جوله ميدانيه. برافو عليكي، احسنتي. بتريد شيء تاني استاذ؟ لا يعطيك العافيه، انصرفي لشغلك.
الو مرحبا ايفا. لا مو اول مره، لا صدفت مرات كثيره، بس بتعرفي يعني يا لطيفه هيفاء شو اشتقت لك بهالايام؟ ما بصدق. لا بزعل منك. ها شو ما بتصدقي؟ لازم تصدقي. طيب شو رايك اني لغيت 3 اجتماعات بس مشان اجي اشوفك؟ عن جد عم تحكي؟ اذا مو مصدقه اسالي السكرتيره أما. لا خلص صدقتك. لشو هي؟ احتياطات لابد منها. ما فهمت. هلا بتفهمي بعد شوي، مو مشكلة هيفاء. بس بتعرفي والله إنه اشتقت لك. ما اشتقتي لي أنتِ؟ سيادة المفتش العام هون بالمؤسسة. شو هالحكي؟ يا الله. أهلين أهلين أستاذ. تفضل 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 أستاذ. وين الأستاذ راضي؟ الأستاذ راضي طلع جولة ميدانية. معك موبايله؟ طبعاً. ليكو مكتوب هون على الكرت. شكراً. ألو أستاذ راضي؟ أيوة مين معي؟ احترامي يا سيدنا. الحمد لله تمام سيدي. الله يخلينا اياكم يا سيدي وطول عمركم. منين عم تحكي؟ من مكتبي سيدنا، من مكتبي. يعني هلا انت بمكتبك؟ طبعا سيدنا طبعا. طيب ماشي الحال، انتظرني بمكتبك، انا 10 دقائق وبكون عندك. 10 دقائق؟ بتشرفونا سيدنا، اهلا وسهلا فيكم. خير شو في؟ يا روحي عنا يا. احترامي سيدي، اهلا وسهلا شرفتمونا. يا اهلا وسهلا مرحبا. الحقيقه يا سيدي انا كنت تحت فوق مع جنب عامل جوله سيدي. عفوا سيدي شو هي؟ هي استقالتك يا راضي، وقع عليها. استقالتي انا سيدنا؟ وقع عليها اذا بتريد. ليش سيدنا؟ بدل مني شيء لا سمح الله؟ طبعا يا راضي، أنت مؤتمن على مصالح المواطنين وحالف يمين على الصدق والاستقامة، واللي بيكذب كذبة صغيرة مثل هاي ممكن يكذب بكل شيء وما بيستحق منصبه. وقع. حاضر سيدي. يضرب الموبايل شو بزل. استريح. اسمعوا يا شباب منيح وافهموني كويس، نحن هون بمنطقة حدودية ولهالسبب مو لازم تغفل عيننا لحظة واحدة. الدوريات الراجلة والمتحركة لازم تطلع بانتظام وبوقتها بالضبط، وما بدي اسمع عن اي تقاعس أو أي تهاون.
المهربين يا شباب صاحبين حيلة وقلبهم قوي، وإذا انزنقوا بحطوا راسهم براسنا، ما بتفرق معهم منهم. مشان هيك لازم تلتزموا جانب الحيطة والحذر، ولا تتصرفوا أي تصرف قبل ما تعلموني فيه. ألو، احترامي يا سيدي. أهلا وسهلا بكم. نعم يا سيدي، نعم نعم نعم، عم بسمعكم سيدي. عفوا سيدي ما فهمت، تمثال شو؟ تمثال الملك أرمان؟ لا والله يا سيدي آسف، ما سمعت فيه يا سيدي. مين بيكون يعني؟ آسف يا سيدي، والله أنا بعرف جلالة الملك فهد وجلالة الملك. نعم؟ أيوة. عفوا سيدي، هذا من العصر الآرامي. هلا فهمت عليكم سيدي. شو الحكي؟ ومرته الملكة إرمية كمان؟ حاضر سيدي حاضر، أمركم أمرك أمرك سيدي. لا والله لا والله، نعم نعم، رح نبذل لأقصى جهد ورح استنفر كل العناصر اللي عندي، وإن شاء الله بإذن الله من بيض وجهكم وبتاخذوا نتيجة. نعم يا سيدي، احترامي، الله معكم. أرمان. خير شو في سيدي؟ في إخبارية وصلت للقيادة مفادها أنه تمثال الملك الآرامي أرمان وتمثال مرته إرمية رح يتهربوا لبرا من منطقتنا من هون. هالإخبارية أكيدة سيدي؟ يعني لو مو أكيدة ما كانوا اتصلوا فينا وطلبوا منا الاستنفار الكامل. بالظاهر التماثيل غالية مو هيك سيدي؟ طبعا غالية، بالعكس هالتماثيل هي لا تقدر بثمن، وغير هيك هي ثروه وطنيه تمثل حقبه مهمه من تاريخ بلدنا، ومو لازم ابدا نخسرها. ولهالشيء الله يرضى عليكم بدي منكم تطلعوا دوريات بشكل دائم ومستمر ومنتظم، وتفتحوا عيونكم وادنيكم منيح. يعني ما بدي النمله تعبر جبالنا، ما بدي الطير يجتاز سمانا. طيب مين بده يهربها لبرا؟ أكيد حرمية المتاحف والآثار يلي عم يحاولوا يطالعوها برات البلد، ونحن طبعاً لازم نحبط هالمحاولة بأي ثمن ومهما كانت الظروف. يلا شوف الله يرضى عليك، نظم لي دوريات منتظمة وحاولوا تغطوا أكبر مساحة من الأرض، خصوصي طرقات المهربين يلي صرتوا بتعرفوها منيح أنتوا. نحن جاهزين سيدي. ولا تنساها الدوريات لازم تطلع على مدى 24 ساعة، ولازم تصبروا وتطولوا بالكم ولا تسمحوا للملل يعشش فيكم. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل. سيدي ممكن التهريبة تصير بالليل؟ والله هالشيء علمه عند ربي، ممكن بالليل ممكن بالنهار ممكن، ولهالسبب بدي اياكم تستنفوا حالكم ليل نهار. ماشي الحال، الله معكم، تصير عفو. تفضل. اعطيني مساعد ليزر. معلم. ايوه ايوه كله جاهز معلم، البضاعة معي بالخرج. اوامرك معلم، جايك. ها لحقت وما هيك؟ يلا على السيارات على المقفر، خلينا نرجع يلا. يا
العمى ضربتهم شو اخبياء؟ العمى؟ يعني معقولة دورية مسلحة مؤلفة من كذا عنصر ما تقدر تلقي القبض على شقفة سرسري راكب على حصانه؟ انه بس بدي افهم شلون خليتوه يفلت منكم ويهرب؟ سيدي حاولنا نلحقه بالسيارة بس ما قدرنا، الارض كثير كانت وعرة. طيب يا اخي ليش ما اطلقتوا النار عليه؟ سيدي اطلقنا عليه النار بس ما قدرنا نصيبه. ما قدرتوا تصيبوه؟ الله يعني قلبكم الهي، لك يعني بخر طويل عريض وعليه زلمة قد الشحش ما قدرتوا تصيبوه؟ العين تصيبكم الهي، العين تصيبكم من العناصر. قسما بالله يا سيدي حاولنا نصيبه بس ما قدرنا. الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم. لكن معقولة تمثال الملك أرمان وتمثال الملكة إرمية يمرقوا من قدام عيونكم وما تقدروا تعملوا شيء؟ أخ يا خسارة يا خسارة التوجيهات فيكم يا عناصر الزفت. أعطيني المساعد هيثم. ما قلت لي يا خليل أنت رح تفلح الأرض؟ ولا يهمك يا أميرة رح أفلحها، بس أنت صبري علي شوي. الله يرضى عليك، ما بدنا نتأخر بالفلاحة، بكرة بتي بس الأرض بتنشف ما بتعود بتمشي فيها السكة منيح وبتتعذب بحرتها. ولا يهمك أمي، ما في شيء بصعب علي خاصة إذا الموضوع بيخصك. الله يرضى عليك يا ابني وييسر أمورك كيف ما درت وكيف ما اتجهت. طيب ليش يا أمي ما بتستأجروا تراكتور مشان الفلاحة؟ يعني لأمتى رح نضل نفلح التور؟ كل هالفلاحين عم يستأجروا تراكتورات؟ صدقيني يا جميلة، طالما هالتور موجود وأنا موجود فبإذن الله الأمور كلها رح بتهون. حكي أخوكي مزبوط يا جميلة، وإن شاء الله بهمة أخوكي الله يرضى عليه وبهمة التور منستغني عن التراكتورات. لك أمي، هدول الناس عم يستأجروا تراكتورات لأنه معهم مصاري، أما نحنا يا حسرة علينا، يا دوب عم نطالع لقمة يومنا. خلي الطابق مستور ولا تنكشيننا جروحاتنا. لك أمي دايمي صحتين تقبرني بس ما حلك تشبع. الحمد لله كفاها الله. قومي جميلة تقبريني، قومي عملي له فنجان قهوة لأخوكي ليمزمز فيها على مهله. على عيني. طيب بين ما يصير فنجان القهوة رح قوم اشتغلي شوي بالأرض. شباب الأول تقبرني. ما تطول أمي ما تطول. الله يرضى عليك شو إنك مرضي وصاحب همي. إلهي ما تحرمني منه، إلهي تمسك التراب بيقلب ذهب بين إيديك يا خليل. آمين يا رب العالمين. العمى شو هاد؟ غريب. انت بتعرف هالتمثال لمين؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. طيب فكرك هذا تمثال الملكة إرمية عن حقها؟ العلم علمك سيدي، والله ما بعرف، يعني انا بصراحة ما بفهم بالشغلات، مشان هيك شفت لعندكم على المغفر. طيب وين لقيته قلت لي؟ تحت الشجرة سيدي. أنو شجرة؟ اللي عنا بالبستان سيدي. ها يلي عندكم بالبستان؟ اي نعم سيدي. ودخلك لقيته لحاله ولا لقيت معه شي تاني؟ شي تاني؟ مثل شو سيدي؟ اسمعوا لا لا تضيق لي خلاقي تجذب علي بجذب على بلد أنا. شو قصدكم سيدي؟ قصدي ألاعيبك مكشوفة وما بتنطلي علينا هيك تمثيليات؟ سيدي هلو ألاعيب ولا تمثيليات؟ اقسم بالله اني لك هلا لا تقعد تحلف وتتحلف؟ قالوا للحرامي حلف قال اجاني الفراج. حرامي سيدي؟ انا حرامي؟ انت لقيت تمثالين ومشان تبعد الشبهات عن حالك جيت تسلم واحد وخبيت الثاني ومفكر حالك ذكي ما شاء الله وكان حولك وحواليك. يا سيدي الله وكيلك. هوس ولا حرف؟ اطلع بتمثال الملك أرمان عمان. الملك مين سيدي؟ أرمان يا حبيبي وعامل حالك ما بتعرفه كمان. يا سيدي الله وكيلك بعمري ما سمعت باسمه،
شو هذا رماد؟ نورني سيدي نورني، يستر على عرضك نورني. شوفوا يا خليل، لا تصرع علي راسي، هي عم فهمك ها؟ الإنكار ما رح يفيدك، بالعكس رح يجيب لك آخرتك وضاعف لك عقوبتك. بقى اعترف بسرعة أحسن لك، اعترف وحاجتك شطار. بشو بدي أعترف يا سيدي بشو؟ يعني هذا جزائي لأني جيت سلمتكم التمثال؟ وشو الفائدة إذا سلمتنا إرمية ولطشت أرمان؟ ولا فكرك الملكة إرمية كانت بايرة وعزابية؟ أقسم بالله يا سيدي أقسم بالله إني لا بعرف لا أرمان ولا فرمان. أنا فكري إني جاي أقضي غرض، فكري إني بيض وش قدامكم. بتعرف شو بيسوى هالتمثال؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. يا مسعود! حاضر سيدي. خذوا دوريات وفتشوا بيته، ارني ارني وشبر شبر، وزجوا لي هالأزعر بالسجن على بين ما ننظر بأمره. يا سيدي ليش لسجوني بالسجن؟ يلا يلا بنعود. والله وكيلك ما عملت شيء. لك يلا. يا عثمان بيك بعرضك أنا. الله بكيتك يا ناس يا عالم مصدوم. لك امشي قدامي بلعلك. الله بكيتك يا جماعة، لا أرمية خانم ولا أرمان بعرفوا. لك امشي بلعلك. يلا بنعود. يا جماعة والله ما شفته. تضرب به الراس. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ابراهيم؟ وليه على قلبي عليه؟ ايه والله يا خالتي ام خليل، المساعد مسعود بيقربني وهو بلغني بالخبر. طيب ليش حابسينه؟ يعني ما عرفت شو السبب؟ قال تهمينه بسرقة تمثال الملك ارمان وانه مخبيه ليهربوا برات البلد ويبيعوا بالمبلغ المرقوم. يلا بخاطركم بخاطركم. مين هذا ارمان امي؟ لك والتاني عن شو عم تسأل؟ لك انا شو بعرفني بهذا الموضوع؟ الحقيني لك امي الحقيني، بدنا نضل قاعدين وساكتين واخوكي محبوس بالمخفر. ونحن شو بيطلع بايدنا نعمل يا امي؟ خلينا نحكي للمختار، اكيد بيلاقي لنا حل. ليش المختار بيطلع بايده؟ شو بدنا نساوي لكان؟ ليش في قدامنا غيره؟ امشي لك امي امشي، الغريق بيتعلق بقشه. ودي على قامتي عليك يا خليل. والله اخي خليل ما بيستاهل. بيستاهل امي؟ لك امشي امشي هلا خلصيني امشي. نعم سيدي نعم حققنا معه، بس للأسف لحد هلأ ما اعترف. نعم يا سيدي فتشنا البيت والأرض كمان وما لقينا شيء. والله يا سيدي احتمال كبير يكون معه شركاء. ايه معك حق سيدي، بس المشكلة انه وسائل التحقيق عندي بدائية كتير، يعني ما عندي غير فلقة وكبل رباعي. ونحن كنا قدمنا طلب قبل 3-4 اشهر مشان تبعتوا لنا اجهزه حديثه، بس لحد هلا. نعم عفوا سيدي امرك. طيب طيب راح احولكم المتهم لعندكم باقصى سرعه. إيه طبعا طبعا مع محضر التحقيق وهو كذلك. احترامي يا سيدي احترامي. الله معكم. قالوا نعيم طمني يا ابني، اعترف ولا لسه؟ لا لا خلص ما في داعي، جهزوه مشان نحوله للعاصمة موجودا. ايه بسرعة مع السلامة. شو يا خليل؟ لساتك ملبس راسك مو ناوي تعترف؟ سيدنا الله يخليك، بشو بدي اعترف؟ انت بس اعطينا اسماء شركائك وانا بوعدك اللي طلعت مثل الشعر من العجين. ومشان تطمن اكثر أنا ما رح أقول لشركائك إنه أنت اللي حكيت عنه. يا سيدي الله وكيلك، الله وكيلك أنا. بس أنا ما بفهم هالحكي بقى، فهمت؟ بدي تمثال ملك أرمان بأي وسيلة. شي حلو والله، ما بقى علينا غير نترك شوية زعران يتحكموا بتراث البلد. طيب وأنا شو دخلني يا سيدي؟ شو دخلني؟ قسما بالله أنا ما لي علاقة بموضوع الآثار. بعدين أنا زلمة غشيم تماما بهالمواضيع. ماشي الحال. خليك ميبس راسك لنشوف اخرته معك. انت موقوف على ذمه التحيه حتى اشعار اخر. خذوا على السجن. يا سيدي الله وكيلك انا ما بعرف شو هذا أمي الحبيبة، أختي العزيزة جميلة، بحب طمنكم أني أنا بخير ومو ناقصني غير أني أشوفكم. الحمد لله صحتي منيحة ونفسيتي مرتاحة ومعنوياتي عالية جدا، وكل هالشي لأني متأكد تماما من براءتي.
الوضع هون ماشي حاله، والأكل عم يجينا بانتظام، 3 وجبات كل يوم. وبقدر قلكن إنه الأكل كتير كتير كويس، والناس اللي محبوسين معي بالسجن كتير حبابين وأوادم، والقط بياكل عشاهم، وكل شي من أحسن ما يكون. أمي الحبيبة، بالنسبة للأرض لا تهكلي همها بنوب، رح أحرت لك إياها وأفلحها بإذن الله، وهذا وعد مني إليك، وأنا متأكد من هالشي، لأنه بإذن الله بإذن الله إقامتي بهالسجن ما حتطول. وفي الختام أقبل أياديك الطاهرة وأرجو أن لا تنسيني من الدعاء حتى يخلصني الله من هذه الورطة. المشتاق لكم ابنك خليل. يقبر قلبي إن شاء الله، هكلان هم فلاحة الأرض هو بالحبس. شايفة أخوك قديش حنون؟ معه حق يهك الهم، لأنه إذا ما انفلحت الأرض من هون لـ10 أيام رح يروح علينا موسم السنة، وبتعرفي إذا راح علينا موسم السنة رح نتبهدل ونتشرشح ونصفي على الحديدة، والله بيعلم شو رح يصير بحالنا. لا والمصيبة إنه ما في حوالينا مين يساعدنا، كل واحد ملتهي بحاله وما حدا سائل عن حدا. الله كبير يا بنتي وما بينسى حدا. والنعم بالله، بس معقولة يا أمي هيك نضل ساكتين وأخي عم يتعذب بالحبس؟ لك أمي شو بيطلع بإيدنا نساوي وما ساوينا؟ هاي حكينا مع المختار وما طلع بإيده شي. يا أمي المختار بهيك شغلات مثل قلته، وبصراحة نحن لازم نوكل محامي لأخي. محامي؟ إيه طبعاً، ليش لا؟ بيجوز المحامي يفك أسره فوراً ويطالعه بيومين زمان. إيه منين بدنا نجيب مصاري؟ مو مشكلة أمي، بيع إسوارتي. قبل ما تبيعي وتتصرفي من عندك اسألي أخوكي وشاوري، بيجوز يكون عنده رأي تاني. أصبح قايمة اكتب له رسالة وآخذ رأيه. إيه اكتبي له رسالة وسلمي لي عليه وطمنيه عن أحوالنا، ما بدي هيك الهمنا وهو بالحبس، ولي على قلبي عليه مو ناقصه هكلان هم. حاضر أمي على عيني. أما بالنسبة لموضوع المحامي فما في داعي توكلوا محامي أبدا، لأنه أنا بريء ورح تظهر براءتي بإذن الله. وبالنسبة للموسم الزراعي يا أمي أنا وعدتك أني أفلحها وأحرتها، ووعدت الحر دين، وبإذن الله رح أحرتها قريبا، وبيجوز يصير هالشي بعد كم يوم. والله كتير متفائل. ولهالسبب اطمني وحطي رجليكي وإيديكي بمي باردة، وتأكدي أنه الموسم الزراعي ما رح يروح علينا مهما كانت الأسباب. لذلك أرجوكي من هلأ تحضري البدار، والأرض يا أمي رح تنزرع بوقتها مثل كل سنة. سمعانة شو عم يقول خليل أمي؟ خلص من بكرة لازم نشتري البدار. كيه؟ شلون بدنا نشتري البدار؟ بركي أخوك طول بالحبس وما قدرنا نفلح الأرض، منكون خسرنا حق البدار على الفاضي. بس أنا قلبي حاسسني أنه ما رح يطول. بعدين ما شفتي شو كاتب بالرسالة؟ هو اللي قال اشتروا البدار مو نحنا، يعني لو ما كان واثق من طلعته ما بيقول هالحكي. الله يسمع منك يا جميلة ويفك سجنه على أهون سبب. خلص من بكرة مننزل منشتري كل شي بيلزمنا ومنتكل على الله. والله يا أمي الأرض يبست كتير وصارت مثل الباطون وصار لازم تنفلح بسرعة. ايه الله يفك أسرك ويفرج كربتك يا خليل ويفرحنا فيك. الله لا يحرمنا منك يا حق. أمي الحبيبة، وفي الختام أرجو يا أمي إنك ما تنسيني من الدعاء. ملاحظة، لا تفلحوا الأرض قبل طلعتي من السجن، لأني بصراحة دفنت فيها تمثال الملك أرمان. العمى ما ألعن، لك كيف ما فكرنا بهالشغلة من أول؟ والله وقعت يا خليل وما حدا سمع عليك. الو شو هالحكي؟ معقول يا سيدي؟ لا بس شلون اعترف؟ هيك مكتوب الرسالة؟ حاضر سيدي حاضر، حاضر امرك انا جاهز. هلا فورا رح ابعث قوة. طبعا يا سيدي اي شيء بصير بتصل فيكم فورا. الله معكم يا سيدي، مع السلامة. الله معكم يا سيدي. يا مساعد مسعود
يا مساعد مسعود. وعدتكم اني رح افلح الارض، وهي انا يا امي عم في وعدي. المشتاق لكم خليل. ابعثي لي منذر بسرعه. نعم نعم. احترامي سيادة الوزير. لا والله هلا وصلت. أنا اجتماع سيدي. ليش سيادتكم مو جايين؟ بصراحة ما بقدر أوعدك لأني طالع على المطار استقبل وفد أجنبي. إيه طيب أوكي سيدي. إذا رجعت من المطار بكير بنضم للاجتماع. نعم سيدي. تحياتي دكتور. الله معك، مع السلامة. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات منذر، تفضل ارتاح. عفوا استاذ، هل سالتوا عني؟ يا رويده لا تخلي حدا يفوت لعندي اليوم. حاضر، بس في موعد بعد ربع ساعه مع مدير الابحاث. معلش يا ريت تلغي لي كل الاجتماعات اليوم اذا تريدي. خير استاذ، كاني شايفك مكركب شوي. ايه والله يا منذر، اليوم حدثت معي شغله كركبتني فوقاني تحتاني. خير استاذ، في شيء بخصوص الوزاره؟ لا لا، موضوع شخصي بحت. حادث صغير بالسياره صار معي وانا جاي لهون. شو هالحكي؟ وان شاء الله ما صار لك شيء. لا لا، ما صار لي شيء. إيه الف الحمد لله على سلامتك استاذ. اذا انفدت بالحديد هيني فداك كل سيارات المؤسسه. أنا سيارة كنت أستاذ؟ بالفولفو؟ لا، كانت معي الشبح. هو أبو عادل الله يصلحه صايرة سواقته تعبانة شوي ونظره ضعيف وإيده عم ترجف، يعني من زمان كان لازم يتنسق. مو أبو عادل اللي كان سايق السيارة. لكن مين أستاذ؟ أنا. أنتو؟ مو معقول، بالعكس أنتو قيادتكم، قصدي سواقتكم حكيمة وهادية، بس أكيد لحقوا عليكم. هو بيني وبينك في علي شوية حق، يعني شوية صغيرة. بسيطة أستاذ أسامة، بسيطة. ليش عامل لك لهالأهمية؟ الله يجعلها أكبر المصايب. المشكلة إنه في إصابة. بالسيارة الثانية؟ لا، ما كان في سيارة ثانية. لكن شو كان في؟ موتور ما هيك سيدي؟ يخرب بيت الموتورات، شو صايرة مزعجة. لك شو بنا منذر، طول بالك علي شوي لأحكي لك. آسف كثير أستاذ، تفضل. هذا وأنا طالع من البيت الصبح وماشي على طريق الاوتوستراد يبدو اني كنت شارد شوي، وبتعرف يا منذر طبيعة عملنا وقديش الواحد منا عم يتحمل ضغوطات نفسية وعصبية. اي والله يا استاذ، الله يكون بعونكم، شغلكم صعب كثير، يعني اجباري بدكم تشردوا. لا، وعلى ما يبدو اني كنت مسرع شوي. ولك يخرب بيتها شبح يا اخي، لسه ما بيدعس الواحد نص دعسة بنزين بتطير طيران، ومو كنت شارد انا؟ شارد، فيبدو اني ما انتبهت على رجلي يلي كانت كابسه على ما يبدو اكثر من اللازم على دعسات البنزين. يعني قديش كانت السرعه تقريبا؟ فوق ال 100 بشوي، بتصور 140 هيك شيء. بسيطه سيدي، شو ال 140؟ هدول ابني الصغير بيمشيهم بالبيجو، بقى شلون المرسيدس الشباح؟ سيدي، شو صار بعدين؟ ما بعرف يا منذر، شغله مثل كذب. فجأة لقيت قدامي زلمة عم يقطع الشارع، حاولت اتفادى وما اضرب ببوز السيارة، اما ضربته ضربة خفيفة بطرف المراية.
هاي هي الشغلة. إيه بسيطة. يعني شو رح تعمل الضربة بطرف المراية؟ يروح يضحك بعبه ويبوس إيده وشه وقفه يلي ما بعشت له بطنه برفراف السيارة أو طلعت عليه بالدولاب. ومعلومكن طرف المراية بلاستيك خصوصي بسيارات الشبح، يعني ما بيأذي. مو هيك يا منذر؟ وأنا هيك قلت لحالي، بس على ما يبدو من عزم الضربة التحش شوي لبعيد. إيه إجباري بده يلتحش، رد فعل طبيعي. يعني مو معقول يضل واقف على رجليه، لأنه كل فعل له رد فعل. والضربة بطرف المراية بدها تروح شو لبعيد شوي. بس أنا لحد هلأ ما لي حاسس إنه في مشكلة. مو هيك؟ وأنا هيك كنت مفكر إنها شغلة عادية، بس على ما يبدو إنه لما التحش بالأرض دق راسه بحفة رصيف ونفر الدم منه. يمكن انفخت راسه شي فخت صغير. بس وينك منذر؟ يشهد الله إني كنت بدي وقف. يعني مو معقول أشوف هيك منظر وطيلس. أعوذ بالله، مو معقول يا أستاذ، مو معقول تطيلسوا أبداً. شهامتكم وإنسانيتكم بديهية وما بدها برهنة. إيه بس كمان الواحد بيقول وقتكم ما بيسمح. إيه الله يعينكم، شو عندكم التزامات؟ يا أخي نسالي الالتزامات هلأ. يعني عند هيك موقف الواحد ما بيعود يسأل عن شيء. الواجب الإنساني بيفرض نفسه، مو بغابة نحن عايشين. بني آدم هادي اللي التحش بالطريق مو غنمة. لا، ومشكلتي إنه بيتملكني الإشمئزاز والإشمئناط من منظر الدم. ما بقدر على هيك. شوف يا أخي، ما بقدر أبداً. أنت ما بتتذكر شو صار فيني السنة الماضية لما كنا عم ندشن خط الإنتاج الجديد؟ مزبوط أستاذ، بتذكر تمام. يوميتها وأنتوا عم تقصوا الشريط الحريري التهيتوا شوية بكاميرا التلفزيون، قام غزلوا مقص بإصبعتكم ونزل منها نقطتين دم. قمتوا غطنتوا وصفرنتوا ووقعتوا على الأرض وتخربط يوميتها الاحتفال كله. شفت شلون؟ من نقطتين دم هيك صار فيني. بقى كيف إذا شفت بركة دم كبيرة وعم تخدق من راس الزلمة؟ إيه كنت رحت فيها وما حدا سمع لي يا شيخ. فكرك لقيان أنا هيك؟ شوف إيه يا منذر، بعيد الشر عنكم أستاذ. إيه صدقني إنك عملت زينة العقل وتصرفت بحكمة. بعدين الزلمة هيك نصيبه وهذا قدره. يعني شو بيطلع بيدنا نحنا؟ فينا نوقف بوش القدر؟ ما فينا. وأكيد بيكون التقى له 100 واحد حواليه وبيكونوا هلأ أسعفوه وأخذوه على المستشفى وأطبوا له هالجرح وعين الله عليه. هو فعلاً تكوش ناس كتير لما وقع، بس في واحد كتير غلبي شفته بالمراية طالع ورقة وقلم ونقل رقم السيارة. شو هالحكي؟ هذا اللي صار. لا، إذا هيك اختلف الموضوع تماماً، لازم ننظر له من زاوية تانية. فظاع على الناس وكتير يتغلبي. لك شغلته هي. والمصيبة يا منذر إنه مو وقت هالشغلة هلأ، مو وقت منوب، لأنه بتعملي شوشرة بتأثر على سمعتي. ولا تنسى إني مرشح للوزارة وأعدائي بدهم هيك شغلة من الله ليلقطوها علي. يعني عم يستنوني على الوحدة، وإذا وصلهم هالخبر رح يعملوا له دغري إيدين ورجلين. والله يستر ما تتدخل الصحافة بالموضوع. بقى الله يرضى عليك يا منذر. يعني بدنا نلفلف الموضوع ونبترو بتر. نبترو أستاذ، نبترو. أنتوا بس بترو، عفوا أنتوا بس أمروا. عم أقول لحالي طالما كتير هالغلبة أخذ رقم السيارة وما لحق يشوفني فالمسألة محلولة. شلون؟ هون بقى يا منذر بدي منك تبين لي مدى إخلاصك وولائك إلي. أنت تعرف أستاذ أنه أنا مستعد أفديك بروحي. ما بدي لا تفديني بروحك ولا شيء. منذر الشغلة أبسط من هيك بكتير. كل ما هنالك أنه بس يجوا يسألوا مين كان سايق السيارة، أنت دغري ارفع إيدك وقول لهم أنا. بس يا أستاذ. وأنا طبعاً ما رح أتركك. أتركك؟ إيه لا يمكن. رح أعمل كل جهدي إني حللك إياها بيومين، وأنت بتعرف إني إذا قلت كلمة كيف بنفذها. صحيح، بس سيدي. وبيني وبينك محضر لك مفاجأة حلوة، حلوة كتير كتير رح تعجبك. شو المفاجأة؟ رح رشح اسمك لبعثة اليابان. شو بدك أحسن من هيك؟ شهر كامل باليابان وعلى حساب المؤسسة. يعني لو صحت لجدي ما مات. بقى أنت هزلي كتافك شوي وحللي هالمشكلة وشوف شو بصير فيك. وأنت بتعرف وضعي بالشركة، خصوصي أني أنا مرشح لدورة باليابان. يا سيدي تكرم عينك، أنا بوعدك وعد شرف أني سلمك محلي خلال فترة غيابي باليابان. يعني نائب مدير عام بالوكالة كل هالمدة. وشو بدك من طوكيو؟ أنا جاهز. طيب يعني أنا شو المطلوب مني؟ شغلة بسيطة، بس تجي الشرطة، شرطة المرور يعني، وتسأل مين كان سايق سيارة الشبح على الأوتوستراد اليوم الصباح. ترفع إيدك وبتقول لهم أنا، بتترك الباقي علي. أنا مستعد طالعك منها مثل الشعرة من العجين.
الزلمة اللي اندعس صروا شي؟ لا تقول اندعس، انا بدعس حدا. كل الشغلة ضربة صغيرة بطرف المراية، وبيجوز هلا الزلمة الله اكرمه واقف على رجليه وقاعد بمرته وولاده. انت بس خلي ايمانك بالله قوي وتوكل على الله. ونعمة بالله. فهمت شلون ابو صبيح؟ يعني اذا بتخدمني هالخدمة ما رح انسى لك اياها طول عمري. خاصة انا مترشح لمنصب كبير بهالشركة، ومو حلوة يطلع علي هيك صيت. صدقني صدقني رح اطالعك معي على شغلي الجديد. بعدين بيني وبينك استاذ منزير متبني هالموضوع. ولي اندعس ان شاء الله ما صار له شيء. لا تقول اندعس يا عمي، نحن ما دعسنا حدا، كلها نكشه صغيره بطرف المرايه، يعني يا دوب لمسته لمس، قام وقع الزلمه على طرف رصيف ونزل نقطتين دم من راسه، هي هي الشغله كلها. بقى شو قلت؟ قلت حابب اخدمك بعيوني بس. بس شو؟ انا ما بعرف سوق لا سياره ولا معي شهاده سواقه، شلون بدي ادعي هيك ادعاء؟ عمى فعلا هي مشكله. هي ما حسبنا حسابها منوب. الله يصلحك يا ابو صبيح، ليش هلا ما بتعرف تسوق؟ السواقه صارت من اهم بديهيات العصر. يعني ما بصير تترك حالك هيك انت الثاني. شو بدنا نساوي سيدنا؟ ما صح لي فرصه وسياره ما عندي. والعمل هلا لمين بدنا نقول؟ انا عندي حل. اسعفنا فيه، دخيلك. انا بعرف واحد متعايش على هونداي اسمه كامل، ممكن يخدمنا بهالموضوع. وشلون بده يخدمنا؟ هذا يا سيدي السنه الماضيه كانت بنت المدير المركزي عم تتدرب على السواقه على طريق المطار، قامت دعست فلاح وشادت بقرة. ايه وانقلبت السيارة ثلاث قلبات. الحمد لله البنت ما صار لها شيء، والبقرة عطتك عمرها، والفلاح عصفوه على المستشفى وضل بالعناية المشددة 20 يوم. ايه المهم شو صار بعدين؟ لما انكتب الضبط كان المدير المركزي شايب كامل وحطه محل البنت، وانكتب الضبط على اساس انه كامل هو اللي كان عم يسوق السيارة والبنت كانت قاعدة جنبه. مالك بالطويل استاذ ناظم، كامل فات على السجن حبسته شهرين وطلع وتلفلفت القصة وكأنه ما صار شيء. وهذا كامل شلون رضي ينحبس؟ وليش لحتى ما يرضى؟ قبض 200,000 ليرة بضر معدته شيء؟ وقفت يوميته بأكثر من 3,000 ليرة، شو بده أحسن من هيك؟ لك اللي عم بيسافروا برات البلد ويتمرمطوا ما عم بيطالعوا 100,000 ليرة بالشهر، بينما كامل طالعهم هون هو محبوس بنص البلد معزز مكرم وعين الله عليه. إيه بس مو كتير 200,000 ليرة؟ لحنا ما رح ندفع المبلغ. هون لا في فلاح بالعناية المشددة ولا في بقرة ماتت، كلها نكشة بطرف المراية. مو هيك؟ خلص أنا رح خليه راعينا، أنا بمون على الزلمة، بتعرف هلا الشغل دائر شوي، أنا رح أنهي لك إياها ب100,000 ليرة. طيب ماشي الحال، تركني شوي لفكر بالموضوع. السلام عليكم. مع السلامة. شو قلت استاذ؟ منشوف كامل؟ ما بعرف يا منذر، قلبي ناقزني من هالشغله كلها. ليش استاذ؟ يعني سيارتي سياره حكوميه، بقى شو المناسبه لحتى يسوقها واحد مثل كامل؟ بعدين الشرطه مالهم اغبياء لتمروا عليهم هيك قصه، بيقفروها دغري. يا سيدي انا فكرت بالموضوع ولقيت الحل. هات لشوف شو الحل. منقول بضبط الشرطه انه في معرفة بسيطة بينك وبين كامل، واليوم كان كامل ماشي بهوندايته على طريق الاوتوستراد، قام شافك ووقف جنب سيارتك المعطلة، نزل ليساعدك شوي ويحاول يصلح لك السيارة باعتبارك انك كنت مستعجل وعندك اجتماع مهم. تركت المفتاح لكامل ليسحب لك اياها للتصليح، قمت انت اخذت تاكسي واجيت على الشغل. طبعا انت ما عرفت شو صار بعدين. وشو صار بعدين؟ كامل جاب مكنسيان وصلح السيارة ومشي فيها على طريق الاوتوستراد، وبعدين صار اللي صار. برافو عليك يا منذر، محبوكة تمام، يعني انت خرجت تكون مؤلف مسلسلات بوليسية يا ضيعان مواهبه بهالشركة. تفضل استاذ لنشوف كامل بمعيدكم. انا؟ ايه طبعا انت. انا بشوف انه ما في ضرورة اطلع على المسرح، خليني خلف الاضواء بيكون احسن. معلش يا استاذ، وجودكم ضروري كثير، يعني كامل لما يشوفكم انت والاستاذ منذر رح يرتعب وما رح يقدر يقول لا. طيب امرنا لله، بايش بدنا نروح؟ بسيارتي طبعا. ماشي الحال، تفضل. تفضل تفضل سيدنا، تفضل شوف.
هذا هو البيت سيدنا. ادقل اشوف. الله يبعد خير ما اضطريت. يزار ما في حدا. شي وين بدنا نلاقيه هاد؟ دق على الجيران وسألهم. حاضر. مرحبا يا اختي. اهلين يا اخي. خير؟ وين منلاقي الاستاذ كامل يا ترى؟ الاستاذ كامل؟ مين حضرتكم؟ قرايبينه يا اختي، قرايبينه. كامل بالمستشفى. بالمستشفى؟ خير؟ ليش شبه؟ ليش ما دريتوا؟ لا والله ما درينا شو القصة. هذا اليوم الصبح ضربته سيارة شبح على طريق الاستراد. يا حصرتي عليه، التحش على هالرصيف وانضرب راسه، والشوفير قليل الاصل كمل طريقه وما سأل عنه، لكن اولاد الحلال شافوه واخذوا رقم السياره، وهلا الشرطه عم تدور عليه. مشان شي بس نشرب شاي. ماشي تكرم. خلي لي اياك يا ابو هاشم. تكرم يا ابو قاسم. تسلم لي الامي حلوه. مثل الحوره. الله يسلم عمرك. اي والله. طقس لطيف يعني الشمسات. ايوه هيك يا ابو احمد. ايوه خلي لي اياك الهي. خلاص يا ولد. خف لنا ايدك بهالشايات ابو هاشم. اهلين وسهلين بالشباب. اهلا اهلين وسهلين ابو هاشم. اهلين عمي فهد. واحلى شاي على البخار عمي شريف. الله يسلم هديات يا ابو ضاي. اهلين وسهلين الله يسلمك. ابو غسام شو رايك بكاس الشاي على البخار؟ اي والله من اراضيه ان شاء الله. اهلين وسهلين صحتين وهنا. شريف ابو احمد ان شاء الله بيعيشوا هديات يا ابو هاشم. اهلين وسهلين. خلينا اياك. صحتين حبيبي. شو شباب ما بدكم تشربوا شاي؟ لا شكرا عمو عم نشرب نسكافيه. شو هالحكي يا حبيبي على هالجيم؟ شو هاد؟ انه بس بدي افهم حدا بيترك شاي على البخار وبيشرب نسكافيه. ايه ابو فهد شو بدنا ناكل اليوم؟ والله انا فكري نقضيها من قريبه. لا لا اخي شو من قريبه؟ لا سيدي من بعيده. شو رايك ابو احمد؟ لكان عمي لكان. إيه لكان الله محيي الدسم بدنا دسم. ايه فعلا سيران بلا دسم ولحمه مثل قلته. شو اسمه سيران لكان؟ ايه بس الساعه قطعت الوحده ما عدنا نلحق نساوي شيء. منلحق حبيبي منلحق بس انتو اعتمدوا شو بدكن تاكلوا واتركوا الباقي علي انا. يا سيدي وعلى فراغ بدنا نساوي صفيحة. منلحق يا ترى؟ ما بنلحق لانه انا جعت ما بقى احسن استنى اكتر من هيك. طالما ابني قاسم موجود منلحق نعمل كل شيء مو هيك يا قسام؟ انا جاهز يا بي. انتو ما بتعرفوا لابني قسام لقاسم يعني لولاب زنبرك زبدية صيني بحياته ما خستك معي. بزماني اجاني ضيوف من الجبل هيك طبوا علي مثل قضى المستعجل وانتو بتعرفوني صاحب واجب ووشي سمح
وكانت الساعة وقتها على ما أذكر بحيطان التنتين، وكان اليوم بقى سيدي يوم جمعة، يعني معلومكم نص البلد مسكرة. قلت له لقاسم دبرنا دخيلك يا قاسم، غير هالكلمتين ما قلت له، وفعلا ما خيبني، يعني خلال نص ساعة وقبل ما يخلصوا الجماعة شرب قهوة كان قاسم فارد لي صفرة من الحيط للحيط، يعني بيض لي وشي، الله يبيض أصله. احكي لهم على اليوم حلاية يا بي. ايه صحيح يا بي، ذكرتني بيوم المحلاية. شو قصتها هاي يوم المحلاية أبو قاسم؟ رح أقول لكم يا جماعة، هذا يا سيدي من 20 يوم كان في استقبال عند أم فتحي عرموشي، وراحوا لك النسوان ودقوا بابا نقروا يعني، ما لقوا حدا. مو تاري لك أم فتحي عرموشي هربانة من الاستقبال وعاملة حالة مريضة عند أختها بجوبر؟ ايه. وشو صار بالاستقبال بعدين؟ مرتي أم قاسم ضربت إيدها على صدرها، قالت لهم شرفوا لعندي، وفعلا هالنسوين ما كذبوا خبر، كفتوا كلياتهم، كفتوا لعنا على البيت يعني، وأم قاسم مجهزة حالها، ولسان النسوين ما بيرحم، وبلساناتهم مبلطة أرض جهنم، يعني إذا مرتي ما قامت بواجبهم منيح أبينك تكرارها. بقى شو بدها تعمل المسكينة؟ حاصيت لاصيت بأرض هالديار، ما عرفت شو بدها تعمل، ولما شافها قسام الله يرضى عليه بهالحالة ركض وقال له ولا يهمك يا مو، أنا بتكفل بكل شيء، وفعلا ما كذب خبر، أخذ هونداي وبريم على الميدان، وصى على محلاية وجاب الفواكه والمحلي والضيافات والإحباجات، وقال له لأمه استلمي يا مو، مالكن علي يمين، النسوين شهقت شهق لما شافت الضيافات، إيه والله، قالوا لحالهم منيح اللي ما لقينا أم فتحي عرموشة بالبيت، لأنه لو شهقت حالها أم فتحي عرموشة ما كانت قدرت تعمل اللي عملته أم قاسم. يا سيدي الله يسلم لك يا، بس بصراحة جعنا من هالحديث. معلش معلش، كل ما جعتوا بتاكلوا أكتر، بتنفتح شهيتكن وبتزداد قابليتكن. أصبح خلاص، بعته خلي يجيب الصفيحة، بتطول عمو؟ تنتين ونص بيكون هون مع الصفيحة وسط اللبن. قسام قوم يا بي قوم، خد المسكليتة وتيسر. حاضر يا بي. وينك عمو قاسم؟ تعال لك قبل ما تروح. تعال نعم. شوف عمو، هلأ بس تروح تقطع اللحمة بتوقف على إيديه اللحامة، لا تخليه يخبص حط أشكال ألوان، بدنا ياها لحمة نظيفة. أبرة لا توصي حريص، لا توصي، هو بيعرف شغله منيح. لك أنا خلي ابني فهد يروح معه بيتسلوا بهالمشوار. لا لا بلا ما يلبكوا، خليك قاعد عمو فهد، لا تجي. قسام تيسر انت حبيبي. حاضر. هاتوا عدة هالسلطة لنشتغل فيها من هون ليرجع، خلينا نكسب الوقت. هلا عين الله عليه بيكون نط على البسكليت مثل النمر وطار فيها. غسلت الخسات؟ ايه بدهم غسيل. لك شو بدهم غسيل؟ بس شيخ زرعين قديش داجني هالخسة. اشوف هالخيارة انت هي أدجان. ايه والله. ما شاء الله كان. شي طيب والله، خذ دوق الخيارة. ايه والله يسلموا. الله يسلمك. دوق لك كم ضلع خسة. هات نشوف. شلون بتحبوا سلطة ناعمة ولا خشنة؟ لا خشنة حبيبي. فهد بكفوا دول الخيارات؟ لا انت التالي شو كفو؟ اخي عمل حسابك كل خياراي بلا دورايتين. قديش صارت الساعة هلا؟ واحدة وثلث. عظيم جدا، هلا بيكون قاسم عند ابو العز، واكيد ما راح تعجبه لحمة ابو العز. ابو العز معي شواربك، بدي لحمة صفيحة تكون على كيفك. تكرم عينك. تفضل. لا مو ظريفة. هدول الظراف مبينين؟ هدول مبينين ولا بس هاي؟ بس يعطيك العافية. الله يعافيك. هلأ بيكون راح لعند أبو عبدو. أبو عبدو لحمته أنظف وأحسن، أكيد أبو عبدو هلأ عم يقطع له اللحمة. السلام عليكم. كيفك عمي أبو عبدو؟ أهلين سيد باسم. شلون لحمات اليوم؟ على كيفك.
ايه حط لي من هدول من البطاطا كيلو ونص لصفيحة. كرم عينا. ان شاء الله جايبين سماء معكم؟ ما حدا جايب سماء يا شباب. يا حبيبي عليكم. لك حدا بيجي على السيران بدون سماء؟ شلون بدنا نساوي السلطة؟ دبرها بلا سماء. هلا ما عادت تنبلع معه سلطة لصاحبك بدون سماء. يا ريت إلا لقاسم يجيب معه سماء. باعتبار ابنك قسام الله يسلمه فلهوي وحربوق وقد حاله، يا ترى بيجي بباله يجيب سماء لحاله؟ عم تتمسخر ابو هاشم؟ هلا بتشوفوا بعينكم شلون بيوصل على الوقت. يا بي انا جعت. اصبر ابني اصبر، كلياتنا جعنا. ابو قاسم شوف لنا على هالرادار، وين بيكون صار ابنك قاسم هلا؟ يا سيدي هلا بيكون اشترى سطل اللبن ورجع على الفرن حتى يشق عصفيحات. شو صار معنا معلم؟ تكرم عينك عشان دقيقة تاكل هو. بدي اياهم على الوقت تماما. في بعد متأخر عليك. يلا يا اخي عجلي بالصفيحة شوي. تفضل. شكرا. سواديات. تفضل شباب. ان شاء الله. عفونا هيك والله يخليكم. الله راسي. هلا بيكون ابني قسام عم يضيف الفران والشغيلة يعني وتفاح لحتى يشهله شوي بالشغل. على طول ابني قسام عامل حسابه لكل شيء وحاطط بصندوق المسكليتي اشكال الوان. لك انا اخي لك طعم التم بتستحي العين. هلأ بيكون فات بطريق مختصر بين الحارات لأنه الطريق العام عجقة كتير. ابني قاسم بيعرف يستفيد من كل دقيقة من وقته. هلأ بيكون عم يزمط بين السيارات مثل الحردون. ابني قاسم كتير شاطر بسواقة المسكليتة. من هو وصغير كان ينط على المسكليت مثل العفريت. على فكرة يا أبو أحمد بحياته ما ساق مسكليتة بتلت دواليب. بتعلم على الدولابين دغري. تأخر الغدا ما هيك؟ يا سيدي هلأ الساعة معي 2:30 على التكة. يا قاسم؟ نعم يا بي. ها شفتوا شلون وصل؟ إن شاء الله ما كنت أخرت عليكم. الله يعطيك العافية يا ابني، فعلا بتبيض الوش. خود أبو أحمد سلي مني لله. بسم الله. شايف الريحة ما أحلاها؟ يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام على هالصفيحات، شو منتظمين. شلون بدنا نشرق اللبن؟ ان شاء الله مالك جايب معالي. ولا يهمك، اكيد هلا قاسم بيكون جايب معه معالي بلاستيك. ولو مو عيب عمو، وهي المعالي. شو هاد؟ شو هاد؟ هلا صار لازم ندق على الخشب. إيه الله يسلمك يا رجال النبي. الله يخليك. وهي شوية سماء للي بيحب يرش. سيك لألك
شو هاي الخريطة بتحفظها بصم، فهمت؟ من هون ليوم الجمعة بدك تكون حافظها مثل اسمك، فهمت شو عم اقول لك؟ بس يعني خريطة شو هاي؟ يوم الجمعة الجاي رح ابعتك من السيارة لتقطع لنا لحمة، بدي اياك تروح وترجع اسرع من قاسم، ها؟ يعني لازم تحطه بجيبتك الصغيرة لقاسم، فهمت؟ اتبخشت ادنينا بسيرة قاسم، وكأنه الله ما خلق غيره. ما بدنا نورجي لهالمنفاخ ابو قاسم انك احسن من ابنه وانك فلهوي وحربوه اكثر منه، فهمت؟ خلاص الجمعة الجاي رح امسح لك يا مسح لقاسم. واذا فيك تروح تتدرب على الطريق المرسوم بالخريطة روح اتدرب، ها؟ خليك تاخد هواء منيح. خلاص يا ابي هالجمعة ما رح اشتغل شيء، رح اقضيها تدريب واستعداد نفسي وبدني. كثير عال هيك، هيك بدي اياك. لنشوف يا ابو قاسم، ابني ولا ابنك؟ هلا بيكون ابني فهد عم يفاصل اللحام. على فكرة ابني فهد كتير شاطر بالمفاصلة. هداك النهار دق على بابنا الشاب حامل مسجلة كبيرة للبيع. قديش طلب فيها يا حزركم؟ قديش؟ يا سيدي طلب فيها 12,000. ايه وبقديش اخدتوها؟ ضل فهد ياخده ويجيبه، ياخده ويجيبه ويشده ويعصره لحتى نشف له دمه للزلمة. وباعنا اياها ب5,000. إيه لو كان ابني قاسم موجود كان اشتراها ب4. يا حاجتك بقى ابو قاسم، شو ما حدا بيفهم بهالدنيا غير ابنك قاسم يعني؟ شو خلطوا الخراط وقلب مات؟ هلا شو بدنا ويا هالحكي ابو فهد؟ شف لي وين صار فهد هلا؟ هلا بيكون عم يساعد الفران برق العجين لحتى يخلصوا بسرعه، يخزي العين عنه شو شاطر بالرق. عم اقول لكم ايديه مثل النسيم، مثل المراوح. هلا بيكون فهد فات من باب البستان، صف البسكليت جنب الحورة وحمل هالغراض وسطل اللبن وركض لهون. هلا بيكون صار على بعد 10 متار مني. يا فهد؟ نعم يا بي. ولك وين الغراض؟ لسه ما رحت. وليش ما رحت؟ ما كان ينفتح معي قفل البسكليت. لا استاذ عبد الغفور، شلونك؟ الحمد لله. شو بتحب تشرب، قهوه ولا كابوتشينو؟ بصراحه انا بهالايام صاير لي مراق على الكابوتشينو. اصبح سعري بسعرك، بنشرب كابوتشينو. مشي سيرينا، 2 كابوتشينو لو سمحتي. ايه استاذ عبد الغفور، من اولا شو اخبار برنامجك؟ لا بس استاذ ماشي الحال، عم دور على عناوين جديده وضيوف جداد للحلقات القادمه. على فكرة أصداء حلقات رئيس المخابرات الأسبق كانت قوية كتير وتركت انطباعات عند المشاهدين فوق ما كنا نتوقع. من أنو ناحية؟ يا سيدي جتنا ملاحظات كتيرة بالتليفونات والفاكسات والإيميلات بسبب المعلومات المهمة اللي كشفها اللواء سيف الدين البسبيسي، وخاصة لما حكى عن علاقة صاحب الفخامة الأسبق بمنظمات غربية وعن زياراته السرية لدول معادية. بقى شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بس طالما البرنامج اسمه شاهد على العصر فشي طبيعي تنكشف فيه هيك اسرار ومعلومات. هي من جهه، من جهه ثانيه المعلومات يلي كشفها اللواء البسبيسي صارت قديمه كثير، عمرها من فوق 40 سنة، وبتصوري صارت هلا من حق الناس. طبعا هذا المفروض. بعدين مثل ما بتعرف التاريخ عموما يا استاذ عم يتسجل بعهد الحاكم وعلى حياه عينه، ولهالسبب معظم الاحداث والوقائع المدونة ما بتكون دقيقة بالشكل المطلوب، لا وأحيانا بتكون يا مضللة يا كاذبة، وهالشي نابع طبعا إما عن خوف من غضب الحاكم وبطشه
أو عن وصولية وممالقة من الناس لجر مكاسب شخصية، أو عن غشمنة وقصور في التفكير والرؤية، أو عن خبث نية وفساد طوية بغية الإساءة للتاريخ. وبيني وبينك، اللواء البسبيسي ما حكى بصراحة وأخذ راحته على الآخر إلا بعد موت صاحب الفخامة الله يرحمه. سيدي ما علينا، الحقيقة هو نحن تعودنا على هيك احتجاجات واعتراضات، بعدين شو ما حكينا ما عم نرضي حدا الله وكيلة. هو نحن بالدرجة الأولى بهمنا نرضي المتفرج العربي وبس، وما بتصور حالنا عم ندور على رضا الحكومات. قلتك، واللي إله عنا شي بقى يجي حاسبنا. قلتك. تفضل أستاذ. حطي عطي عندك. أيوة. تريد شي تاني أستاذ؟ سلامتك، يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. يا عيب شو منا. إيه أستاذ عبد الغفور، يا ترى بقى مين ضيفك الجديد بالحلقات الجاية؟ والله يا أستاذ عندي أكثر من خيار، وحابب أتناقش معك بهالخيارات قبل ما أبدأ التسجيل. هات لشوف يا أستاذ عبد الغفور. عندي مثلاً أبو الموت. مين أبو الموت؟ يا سيدي هذا أحد زعماء الميليشيات اللي شاركوا. والله يا عبد الغفور أنا ما بفضل نطرح هيك مواضيع، يعني مو وقتها هلأ. هيك فكرك؟ يعني بيكون أفضل. بعدين بيني وبينك، يعني هذا صاحبك أبو الموت ما خرج يكون شاهد على العصر، وخايف بالقفلة يطلع شاهد ما شاف شي حاجة. بقى اسمع مني، يعني لقاء صغير حاجته وصلى الله وبارك. إيه سيدي، شو الخيار الثاني اللي عندك؟ بصراحة عم يخطر ببالي نستضيف حدا من جماعة الثورة، شو رأيك بهالفكرة؟ لك حبيبي اترك لي جماعة الثورة على جنب، كفاها الله. يعني بفكرك لأيمتى بدنا نضل نطبل ونزمر لجماعة الثورة؟ قسما بالله رح تطلع الثورة من مناخير العالم. يعني نحن آمنا وصدقنا وبصمنا بالعشرة إنه الثورة نشحت بإرادة الجماهير وكسحت طغمة الفساد، وأبطالها مفضلين على راسنا من فوق وما حدا عم ينكر الفضل. بقى الله يخليك اترك لي الثورة بجلالة قدرة على جنب، وخلينا نلتفت لشيء أهم بيكون أحسن. معك حق أستاذ، معك حق، بتضل وجهة نظرك محترمة. طيب شو رأيك نعمل حلقات مع الأخ أبو سعاد باعتباره أحد الأفراد المؤسسين لحركة البرعم الأسود يلي انشأت عن منظمة النضال من أجل استرجاع كافة الحقوق المغتصبة واستعادة كامل التراب والمقدسات؟ لا 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 لا، مو معقول بنوب، شو عم تحكي انت؟ ليش أستاذ؟ بيضل أبو سعاد ما بعتقد الوقت مناسب لطرح هيك مواضيع حساسة. عندك مقترحات تانية؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، شي بيحير فعلا. ليش أستاذ؟ يعني قلة ناس بهالبلد. صدقني كل مواطن عربي بتقدر تطالع من سيرته الذاتية مسلسل مكسيكي من كتر ممالئ على راسه هموم ومتناقضات ومفارقات وقمع وقهر. أصبح رح أقول لك هالاقتراح وبتمنى توافقني عليه. يعني بصراحة ما ضل عندي غير احتمال واحد، وهو الست شاهيناز سنبتيك. شاهيناز سنبتيك؟ مو هاي اللي كانت تشتغل رقاصة بزمانها؟ اي نعم يا سيدي، هي بذاتها. وللعلم استاذ، شاهيناز سنبتيك رقصت تقريبا بكل العواصم العربية، وبالإضافة لذلك كانت مقربة كتير من رجال الحكم والسياسة، وإلها حظوة كبيرة عند أصحاب الشأن والقرار بلحظات حرجة ومهمة جدا من تاريخ أمتنا الحديث. وبتصور يعني إذا بقت هالبحصة يلي مخبيتها تحت لسانها وقدرنا نجرجرها بالحكي، بتصور ممكن نعيد كتابة تاريخ هالمنطقة من أول وجديد. أوه، لهالدرجة؟ مثل ما عم قلك، لأنه هالست هي خزان من الأسرار الدفينة وبنك من المعلومات وسيل من التفاصيل المدهشة. شوف هو من هالناحية معك حق، بس يعني برأيك حلو نستضيف رقاصة ببرنامج سياسي مهم مثل هاد؟ معك حق، بس نحن بالواقع ما عم نستضيف مجرد رقاصة حتى نحكي معها عن الرقص والخلع وهز البطن. بالعكس، نحن رح نحكي معها عن تاريخ المنطقة باعتبارها كانت شاهدة على كتير من الأحداث المهمة. ويلي بيساعدنا يا أستاذ بهالمسألة إنها تنقلت كتير بحياتها، وكان إلها بصمات مهمة بأكثر من عاصمة عربية. وبتصوري منقدر نخصص لها 10 حلقات على القليلة. أصبح خلص، أنا موافق. أوكي، بإمكانك من بكرة تباشر التحضير. شكراً جزيلاً أستاذ، وتأكد تماماً أنه حلقات شاهيناز سنبتيك رح تكون من أهم حلقات البرنامج، وبكرة مذكر بعضنا. أنا واثق من هالشي، وإلا ما كنت أعطيتك الأوكي. بإمكانك تباشر إمتى ما بدك. الله يخليك، شكراً. الله معك. سلام.
صوب كاميرتك هون الله يرضى عليك وخذ لي كم لقطه من القصر. حاضر سلام. ماشي اهلين وسهلين. اهلين وسهلين فيكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا المذيع عبد الغفور عندي موعد مع ست شاهيناز. تفضل اهلا وسهلا. شكرا. اهلين. ست شاهيناز وصلوا للضيوف. ضيفتيهم شيء؟ لسا. طيب روحي ساوي لهم قهوه وانا نازله بعد شي خمس دقائق. حاضر. بونجور. بونجور مدام. يا امين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي مدام. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم يا امين. اهلا. الله يسلم عمرك ويخليكي. شلون صحة ان شاء الله؟ الحمد لله تمام الحمد لله. تفضل تفضل ارتاحي. تاخرنا عليكي مو هيك مدام؟ لا بالعكس يا اهلا وسهلا فيك يا امين. اهلا وسهلا. الله يسلمك ويعزك ويطول عمرك الهي. يا ستي اولا وقبل كل شيء بهنيكي على هالذوق الرائع المتجلي في كل ركن من اركان قصرك الدافئ. الحقيقه هذا القصر اشتريته من عضو قياده الثوره السابق اللي هو قسطنطين مارين الله يرحمه. قسطنطين مارين. اسمه مثل الدواء انتستين بريفين. على كل حال مدام الإنسان ما بيحسن يمنع حاله من الشعور بالحميمية والإلفة في هذا المكان المميز. طبعاً مميز بوجودك يا ستنا لأنه البيت بسكانه مش بحيطانه مثل ما بيقولوا. تسلم تسلم هذا من لطفك. إيه مدام بتحبي نصور دغري ولا نحضر الحوار بالأول؟ يعني بصراحة أنا ما بحب عيد الحكي مرتين. بإمكانك هلأ تصور وبعدين منعدل اللي بدك يا. أوكي ما في مشكلة. أصبح لو سمحتي رح نسجل المقدمة أول شيء. عن إذنك أبو هاشم. نعم أستاذ. جاهز؟ جاهز أستاذ. ماشي الحال. هون وقف. حاضر أستاذ. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم شاهد على العصر. عبد العفور غرغور عبد الغفور عرعور يحييكم أجمل تحية. من منزل السيدة شاهينة سمباتيك والتي ستحل ضيفة على برنامجنا ولعدة حلقات نتمنى أن تمضوا معنا أجمل الأوقات. وللتذكير فقط تعتبر الفنانة شاهينة سمباتيك من أشهر راقصات القرن العشرين بلا منازع وقد حصلت على جائزة مهرجان على دقة ونص في مطلع الستينات كما حصلت على ميدالية الشرف في مهرجان هز يا وز الدولي هذا بالإضافة إلى وسام الجدارة التي حصدته في كرنفال هشك فشك العالمي المنعقد في ريو دي جانيرو في البرازيل وعلى درع الفنون وجائزة لجنة التحكيم في مؤتمر تفعيل دور الرقص الشرقي في مواجهة التحديات المنعقد في الهند. أما في إسبانيا والتي سادها العرب وحكموها عقودا من الزمن فقد فازت بجائزة الحية الرخطاء على رقصتها الوطنية عائدون في مهرجان فيفا إسبانيا. ولعل من أهم أفلامها على الإطلاق فيلم رقصني يا جدع هزي يا نواعم وهو من تأليفها وإنتاجها ومكياجها وفيلم رقصة عمتي وهو من إنتاج الثقافية للفنون النسوية العربية وفيلم الراقصة والسياسي المأخوذ عن فيلم الأمير والراقصة لمارلين مونرو ولورانس أوليفييه. انتخبت شاهيناز سمباتيك عام 1973 كصاحبة أجمل خصر ولقبت فيما بعد بالهزازة ولازمها هذا اللقب حتى الآن. افتتحت شاهيناز سمباتيك
بعد اعتزالها معهدا لتعليم فنون الرقص الشرقي وهز البطن والورك، وساهمت إلى حد كبير في تصدير هذا الفن إلى معظم الدول الغربية، وذلك من خلال مشاركتها بالعديد من المهرجانات العالمية رقصا ومحاضرات وتوعية. وأهم من هذا كله أن للسيدة الهزازة شاهنة سمباتيك بصمات مهمة جدا على الحياة السياسية في عدد من العواصم العربية. باسمكم وباسم أنا محدثكم عبد الغفور عرعور، نرحب أجمل ترحيب بضيفتنا العزيزة شاهناز سمباتيك، فأهلا وسهلا بالهزازة شاهناز. يا عميد أهلا وسهلا فيك، شرفت والله. أعزائي المشاهدين، نتابع الحوار بعد فاصل قصير، فإلى فاصل قصير فابقوا معنا. شو رأيك مدام بهالمقدمة؟ كتير حلو، الله يعطيك العافية يا رب. يا ستي الله يخليكي. ست شاهناز، شو رأيك بما أنه بيتك يكاد يكون متحف، نتجول شوي بالبيت ونصور بعض التحف؟ ليش لا، ما عندي مانع بنوب، تفضل تفضل. الله يخليكي ويعزك، تفضلي. أبو هاشم لو سمحت الحقنا. شو رأيك نبلش من هون مدام شاهناز؟ مثل ما بتحب، أنا ما عندي مانع. شايف اللوحة هاي؟ يا سلام، فعلا حلوة كتير، يا ريتني كنت بعرفك بهداك الوقت. شكرا كتير على هالمجاملة. هاي اللوحة رسم لي إياها مسؤول كبير بالجامعة العربية، وعلى ما أذكر كان في اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب بإحدى الدول العربية، يعني بدك تقول الله سنة 79، وأنا طبعا يعني كان لي الشرف أني أرقص بحفلة صغيرة على هامش أعمال الاجتماع، ورقصت فيها لوش الصبح، وبالصدفة كان هالمسؤول حضران الحفلة، وبما أنه يعني هواياته الرسم لفتت نظره ورسم لي هاي اللوحة وقدم لي إياها، صدقني ها صدقني بدون أي مقابل، وليكو توقيعه عليها، المساعد الأول لشؤون المهجرين. هو فعلا هاللوحة نادرة وبتسوى تقلى ذهب، مو لأنه وشك فيها هيك غجري وحلو، لا بس يعني ما بعرف، في خيط رفيع من التشابه بينها وبين الجوكوندا. معك حق، صرت سمعاني هذا الرأي أكثر من مرة. التحفة هي هداني إياها وزير خارجية أمريكا سنة 69، وقتها أجا بزيارة خاصة على البلد وطلبني شخصيا لحتى أرقص بحفلة إقاموها على شرفه، وبعد الحفلة تصور معي وحدثني حديث طويل وانبهر فيني كتير بما فيه الكفاية، وهداني هالتحفة اللي شايفة قدامك. ويا ترى ما دار شي حديث جانبي بينك وبينه؟ بلا، لكن يو على ما أذكر قال لي يا مدام شاهناز انتو العرب الرقص بدمكن ماشي، وبتصور مشان هيك دمكن حامي. وشو جاوبتي حضرتك؟ قلت له كلامك صحيح ومظبوط، ونحن لهذا السبب دمنا حامي وعنا نخوة وعنا حيوية ومنتأثر بالأحداث اللي عم تدور حوالينا، بس انتو دمكم بارد لدرجة انه ما في شي بالعالم عم يميزكم. ويوميتها بيني وبينك يعني زعل مني كتير، وكان رح يترك الحفلة ويحرد، وكان ممكن كمان يصير أزمة دبلوماسية من وراء هالجواب اللي نترته يا لولا يعني تعرف اتدخلوا بعض الأطراف المحايدة. فعلا جواب مفحم، جواب تاريخي مدام شاهناز، خرجوا الله لا يقيمه. ويا ترى شو قصة هالفقاشات هدول؟ يا سيدي هدول فقشت فيهم بليلة نكسة حزيران. أوف، معقول مدام شاهناز؟ طبعا، لأني لما سمعت بخبر النكسة زعلت كتير وانقهرت من قلبي، وقررت يوميتها أني اعتزل الرقص، بس بعدين يعني رجعت لعقلي ورقصت حافي على أسطوح بيتنا أكثر من ساعتين، والطيارات عم تحوم بهالجو وأنا عم أرقص وأبكي أرقص وأبكي. عفوا مدام، بس شلون بترقصي بمناسبة حزينة مثل النكسة؟ يا أستاذ، الطير يرقص مذبوحا من الألم، مشان هيك يعني أنا احتفظت فيهم كنوع من الذكرى. طيب شو اللي خلاكي ترجعي عن قرار اعتزالك؟ جمهوري ما خلاني، الله وكيلك، اجتني أكثر من 60,000 رسالة من المعجبين عم يطلبوا فيها أني أرجع عن قرار اعتزالي، وتظاهروا قدام بيتي، وفي منهم طلاب كمان اعتصموا بالجامعات لك وأضربوا عن الطعام، وبالفعل كان يوم تاريخي. عفوا ست شاهناز، ممكن أعرف شو سبب تعلق الطلبة فيكي؟ السبب أنه علاقتي فيهم كانت حميمية كتير، وكنت أعطف عليهم وعلى قضاياهم. يا ستي الله يطول عمرك ويديمك زخر لهالوطن.
وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، مو بس حضرتك اللي استقلتي، بقصد اعتزلتي ورجعتي بناء على طلب الجماهير، لا، في مسؤولين كبار اعتزلوا مناصبهم والعمل السياسي كله بعد النكسة، ثم رجعوا لمناصبهم رضوخاً لرغبة الجماهير. فعلاً يا سيدي، أنا بعتبر هالمسؤولين قدوة. ما في شك، لأنه الإنسان يا مدام شاهيناز بيقتدي دائماً بالعمالقة. هو شوف، لقلك شغلة إذا سمحت. تفضلي. صحيح أنا رجعت عن قرار اعتزالي بناء على إلحاح الشارع العربي، بس كمان بالمقابل أفلامي كانت تجيب للبلد قطع نادر وعملة صعبة، وبصراحة أنا خفت أحرم هالبلد من هالمصدر المهم، منشان هيك كانت استجابتي للرجعة للرقص سريعة كتير. يا ستي بارك الله فيكي ويكتر من أمثالك، وشكراً لهالدافع الوطني، وفعلاً قرارك تاريخي. وبهالمناسبة يعني بحسن أقول إنه نحن ممكن نلاقي مسؤول سياسي بكل بساطة، بس ما ممكن نلاقي فنانة مثلك عالطالعة والنازلة. إيه ما ممكن، شو هالحكي؟ طبعاً، لأنه ما في إلا شاهيناز سمباتيك وحدة. طيب خلينا هلأ ننتقل للصناديق الزجاجية، ممكن تشرحينا لو سمحتي؟ تفضل تفضل. هاي البدلة رقصت فيها بعيد الثورة. حلو جداً، اللون الأخضر بيوحي بالازدهار والنماء. وهاي البدلة رقصت فيها بعيد الأرض. فعلاً معبرة مدام، لون ترابي معفر. إذنك بس شوف. تفضلي تفضلي. هاي البدلة رقصت فيها بتونس سنة 78. أيوة. كانوا عم يحتفلوا بمناسبة فوزهم على المكسيك بكأس العالم. حلو جداً. طيب مدام، شو قصة هالطبلة المفخوتة؟ وشو سبب احتفاظك فيها بمتحفك؟ هاي الطبلة انفختت بإيد الطبال الله يرحمه محسن الدفاش. الله يرحمه. يعني كانت إيده تقيلة على الطبلة، الله يحسن إليه؟ لا، بس كان في عندي حفلة بدولة بادلتينا بمناسبة انتهاء المؤتمر الآسيوي الإفريقي، وكان وقتها رئيس وزراء بادلتينا الآسيوية حاضر الحفلة. نوازل جام غضبه؟ بالضبط. صحيح كان محبوب من شعبه، بس ما إلك محب إلا وإلك ميت عدو، خاصة بالسياسة. صحيح، بس نوازل جام غضبه وللأمانة التاريخية له مواقف مشرفة كتير مع العرب مدام. مزبوط، هاي معك حق فيها. وقتها كان رافع شعار الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. مزبوط مدام، صحيح، هالشعار كان موضة بهداك الوقت. المهم يا سيدي، لما فات نوازل جام غضبه عالصالي، حسيت انه رح يصير مشاكل بهالخليط العجيب يلي حضران حفلتي، واشعر بدني من البرد، لانه لبس الرقص بخلي الوحده مو من البرد. شو من البرد، انت الثاني من الرهبه. ايوه فهمت عليكي، من رهبه الموقف يعني. تمام، ولهالسبب اتفقت مع البلاط وقلت له. انو بلاط؟ بعت لي انا، قصدي مع الطبال. اتفقت مع الطبال وقلت له شوف يا محسن، خلي عيونك على رئيس الوزراء وانت عم تبلط وانت عم تطبي، واوعى تلتها فيني وبحركاتي، وراقب لي البواب والمداخل والشبابيك والممرات، واذا يعني شفت انسان مشبوه او مشكوك بامره اضرب على الطبلة ضربة قوية حتى تنبهني، واترك الباقي علي. فعلا فعلا صار يلي توقعته بالضبط. اعوذ بالله، ليش شو صار؟ فعلا هالليلة تاريخية. لا، وانت شوف كيف صارت حالتي وانا عم ارقص. تكركبتي مو هيك؟ تكركبت كتير، تكركبت وبس. الله وكيلك، صرت ارقص وعيوني شايحة هون وهون، وتشتت تفكيري تماما، يعني هم بدي اخلع وهز وهم بدي انتبه ورائب، واحترت والله حيرني. فعلا موقف صعب، موقف حرج كتير، موقف تاريخي، شو هالحكي؟ شايف يا استاذ على هالمسؤولية. المهم يا أستاذ عبد الغفور، لما قربت من طاولة نوازل جام غضبه، إيه ما أسمع لك إلا ضربة هالطبلة القوية تبع محسن الدفاش الله يرحمه، وحسيت شي وانفخت، قمت فورا من حلاوة الروح التحشت على رئيس الوزراء ودفشته وسطحت فوقه وأنقذته من رصاصة كانت رح تجيب أجله، بس الله ستر يعني ومشي الحال، وقاموني بالزور من فوق رئيس الوزراء، مو منشان شي يعني، بس خافوا عليه ليقوم ينفعس لأنه كان كتير رفيع، وبصراحة أنا يعني طولت أنا وملتحشي فوقه، بس مو بقصد شيها لا سمح الله. لا طبعا، ولا هو يعني كان قصدي الحفاظ على روحه بس. يعني المهم ما تصوب الزلمة.
لا الحمد لله، لأنه بالحقيقة لا كان في رصاصة ولا هم يحزنون. كل القصة وما فيها إنه لمبة انفجرت وعملت هالصوت القوي. يا ستي ألف الحمد لله على السلامة، وفعلا هالليلة ليلة عمر ما في كلام، والأحداث اللي عم تصير معك تعتبر معلومات تاريخية. بالمناسبة أستاذ عبد الغفور، أنا هي أول مرة بذكر فيها هالحادثة، يعني لولا تكون محطتكن عزيزة على قلبي ما كنت قلتها أبدا. بتعرفوا أنتوا إلكن مكانة خاصة عندي، لولاكن أنتوا مستحيل أذكر هاي الحادثة. شكرا لك ست شاهيناز. طيب بالمقابل شو كانت مكافأتك من رئيس وزراء دولة بهدلتينا؟ بادلتينا، عفوا مدام شاهيناز، بادلتينا. والله يعني الزلمة ما قصر، عزمني على بيته وكملنا السهرة هنيك، وقال لي من أي دولة أنت؟ قلت له عرب. قام هز براسه هيك وسكت، وتاني يوم طالع قرار رئاسي سامح فيه الدول العربية بالمديونية الضخمة كلياتها، وبعت لنا شوية سلاح وبواريد. يعني صحيح كانت هاي الأسلحة منسقة وبطلانة موضطة، بس كتر خيره يعني شو قلنا عليه الزلمة. قلتك أبو هاشم، صورت كل أجزاء المتحف؟ كله تصور أستاذ. عظيم جدا. مدام شو رأيك نسجل أول جزء من اللقاء؟ مثل ما بتحب أستاذ عبد الغفور، تحت أمرك أنا. لا العفو يا ستي، تفضلي. شكرا. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. ست شاهيناز، يقال إنه كان إلك دور مهم كتير بإفشال المحاولة الانقلابية يلي قام فيها جنرال عبد المجيد بعام 69، فما مدى صحة هذا الكلام؟ الكلام صحيح، لأنه أنا فعلاً كان إلي دور كبير كتير باللي صار. ممكن نعرف التفاصيل؟ يوميتها كنت عاملة سهرة كبيرة عندي بالبيت، وكان من بين المدعوين عدد كبير كتير كتير من الضباط، وكان الجنرال عبد المجيد من بين المدعوين كمان. الحقيقة أنا بدي أعتذر منك لأني مضطر أمشي. لا معقولة تمشي من هلأ؟ إيه لسه الحفلة بأولها. شو بدي أعمل؟ أنا لازم نام على بكير لأنه بكرة عندي شغل مهم كتير. بس أنت دائما عندك شغل مهم، ورغم هيك بتسهر للصبح. صحيح، بس شغل بكرة غير شكل. شو يعني غير شكل؟ ليكون بدك تعمل شيء انقلاب. ليش اللي عم يساووا انقلابات؟ بشو أحسن مني؟ تصبحي على خير. وانت من اهله. الحقيقه انا شكيت بالموضوع، خصوصي انه الجنرال كان عنده طموحات كبيره كتير، وكان دائما يعني يتذمر من الوضع بهديك الايام. شوفها، اتعزز الشك عندي لما الميجر أديب انسحب من الحفلة بعده مباشرة. تصبح على خير. وانت من أهل الخير.
خصوصي انه الميجر اديب كان ايده اليمين للجنرال وكاتم اسراره بنفس الوقت. يعني انت شكيتي انه في انقلاب عم ينطبخ؟ بالضبط، وطبعا كان شكي بمحله. طيب كيف تصرفتي مدام؟ وركضت لك دغري على هالتليفون واتصلت برئيس المكتب السري، وانا يعني بهديك الايام كنت بعرفه منيح. حكيت له كل اللي صار بالتفصيل وحذرته من هذا الجنرال عبد المجيد. وشو كان رد رئيس المكتب السري؟ طبعا اهتم كثير بالمعلومات اللي انا اعطيته اياها واتخذ اجراءاته فورا، وقدر يحبط المحاوله اللي كانت بدها تصير ثاني يوم. فعلا يوم تاريخي. ايه، بس من حظ الجنرال انه قدر يهرب على الحدود وسافر على بلجيكا وضل عايش هنيك. وبعت لي خبر من هنيك مفاده انه اذا قدر يرجع على البلد بيوم من الايام ما رح يشتفى غليله الا لحتى يعلق مشنقتي. بس طبعا ما قدر يرجع وضل عايش ببلجيكا لحتى توفى هنيك. هذا طبعا حسن حظي استاذ. طيب فينا نعرف انت ليش بلغتي عنه؟ سؤال وجيها حجاوبك عليه. وبصراحه انا بلغت عنه لاني ما كنت استلطفه ابدا، يعني كان شخص مغرور ومتعجرف، والصراحه ما بيستاهل ابدا الموقع يلي كان ما بيحلم فيه بحياته. حلو كتير. مدام شاهناز ممكن ننتقل لملف تاني؟ اي تفضل، لك انا تحت امرك. يقال بانه كان لك دور كبير بتغيير مجرى الانتخابات باحدى عواصم المغرب العربي بمطلع السبعينات، بقى شو رايك بهالكلام؟ هذا الكلام صحيح. اسمعني استاذ عبد الغفور، بهديك الايام كان في 3 احزاب اساسيه عم تتنافس بالانتخابات، حزب الوسط وحزب وسط اليمين وحزب وسط اليسار، وكانت التوقعات انه حزب وسط اليسار هو يلي بده يكتسح الموقف. نعم، وشو يلي صار؟ اثناء تواجدي هنيك ونتيجه علاقاتي الجيده مع كوادر حزب الوسط وحزب وسط اليمين، قدرت اني اجمع رؤساء الحزبين بحفله ساهره واحده، وطبعا يعني اثناء الحفله اتخذوا قرار انهم يتحالفوا مع بعض، ونتيجه التحالف خسر حزب وسط اليسار الانتخابات خساره فادحه. طبعا شو نتيجه هالقرار؟ قرار تاريخي ما في شك. طيب انت مدام شو كانت مصلحتك من كل هالشي؟ الحقيقه يعني ما بخبي عنك، علاقتي ما كانت جيده مع حزب وسط اليسار، وكانوا يعني يهاجموني كثير بالمجله تبعهم، لدرجه يعني تصور اتهموني مره بالعماله لقوى خارجيه، وعزفوا كثير على وتر اصولي التركيه. هو الاصل تركي على ما اعتقد، مو هيك مدام؟ والله ما بعرف، الله اعلم. اصبح خلينا ننتقل لحركه 27 ايار الشهيره، شو كان دورك بهالحركه؟ بكل بساطه بقول لك انه حركه 27 ايار طلعت من عندي انا من البيت. ممكن توضحي اكثر؟ يا سيدي زعماء الحركه كانوا يجتمعوا عندي بالبيت، وكان كل التخطيط يتم بحضوري. وكيف كانوا يخططوا؟ كل يوم اثنين وخميس كانوا يعملوا اجتماع عندي ويضلوا سهرانين هيك، بدك تقول يعني لحوالي شي الساعة 4:30 الصبح. وهي المسكينة فضة، البنت اللي شفتوها عندي، كانت تضل سهرانة على تقديم هالمشاريب طول الليل، وأحيانا كانوا يختلفوا كتير ويتخانقوا مع بعض، بس أنا وين كنت دائما هدي الأمور وصالحهم مع بعضهم. طيب يا ترى كانت تتم اتصالات بين أعضاء الحركة وجهات أجنبية؟ بصراحة يعني كان في هيك شي. ما بخفي عنك انه انا رتبت لقاء تاريخي بين زعيم الحركه والسفير الانجليزي، وكمان صار لقاء تاريخي تاني بين امين السر والقنصل الكندي. طيب برايك ليش فشلت الحركه؟ معلوم بدها تفشل، لانه كان لازم يضموا معهم ضابط ثقيل بالجيش، مع اني شوفها نصحتهم بهالشي وما حدا رد علي. وبذكر مره رشحت لهم كولونيل مهم كتير، كان عنده أفكار قريبة كتير من أفكاره، بس كمان ما قبلوا وضلوا هيك ميبسين راسهم لحتى فشلت الحركة من أساسها. أبو هاشم ستوب إذا بتريد. يعطيك العافية مدام شاهيناز. الله يعافيك. أسفين كتير، يمكن تعبناك اليوم معنا كتير، مو هيك؟ لا ولو يا أستاذ، يا ميت أهلا وسهلا فيكم. الله يعزك. طيب شو رأيك نكمل تسجيل الأربعة الجاي مثل هالوقت؟ مثل ما بدك، أنا ما عندي مانع. بنو أصبح يلا، بدنا نستأذن احنا مدام، وشكرا لك على هالحلقات التاريخية فعلا. ولو يا أستاذ، يعني هذا واجبي بصراحة، إما أحلاني عم ببخل على هالتاريخ بهالحقائق. حلفت بالله ما بتقومي، والله ما بتقومي، منروح منعرف الطريق مشان ما فاصلك. يلا بالإذن، الله يسلمك، الله يخليكي. يا فضة،
وصليهم الله يرضى عليكي. صار عدد الحلقات؟ يعني بدك تقول شي 4 حلقات. وين راح تكملوا التسجيل؟ والله اخذنا موعد من المدام يوم الاربعاء الجاي. ودخلات؟ يعني هي متعاونه معكم ولا؟ والله متعاونه جدا، تسلم لي عينها. وشلون شايف لي النتائج؟ يا سيدي النتائج ممتازه كثير، لانه المعلومات اللي عم تحكيها دقيقه جدا ومهمه جدا. ما بعرف بالفعل هالست عجبه. من انو ناحيه؟ يعني شلون قدرت تدخل المعترك السياسي بالوطن العربي وتأثر فيه وهي عبارة عن فنانة؟ يعني لا هي سياسية ولا شيء. ايه وليش مستغرب؟ أصلاً حالة شاهيناز ما هي الحالة الوحيدة اللي بنعرفها، في حالات كتير مثلها بأغلب العواصم العربية. بس بدك الصراحة، يعني أنا هيك نموذج من النساء بصير إعجابي. يعني أنا فيني أقول عن شاهيناز امرأة فولاذية عن حق وحقي. لا فولاذية ولا شيء، انت الثاني، مرة عادية مثل غيرها. بس في بعض السياسيين فايتين بالحيط، وإلا ما كانوا سمحوا لوحدة مثل هي تأثر فيهم هالتأثير كله. هو بهي معك حق، بس حميد ربك إن قدرت تتغلغل فيهم هيك، وإلا ما كان طلع معنا حلقة واحدة من البرنامج. ادخل. استاذ وصلتنا البرقية المستعجلة. شكرا لينا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شيخ 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 شيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير أستاذ؟ شو في؟ شاهيناز سنبتي؟ شو بها؟ عطتك عمرة مبارحة بالليل. شو عطتني؟ ماتت مبارح الله يرحمها. ليك البرقية عم يطلبوا منا إذاعة النبأ بالنشرة الرئيسية. حسبي الله ونعم الوكيل على هالقصة. فظاعة، معقول؟ لعم على هالكم اللي أكلناه. لك صرنا شهرين عم نسجل معه، لك كانت تحكي ونحن عم نسجل. عفوا، شو بدها تحكي انت التاني؟ لك تقول يا بتلحقوني يا ما بتلحقوني، يعني انا مريضة انا. ما في هالبلا يا رجل، بس الاعمار بيد الله عز وجل. لعم، والعمل هلا؟ المشكلة انه إذا عرضنا اللي سجلناه رح يبين مبتور. خلص أستاذ ولا يهمك، اترك هالموضوع علي أنا. يعني عندك البديل؟ نعم، بتصوري موجود. مين هو؟ دخيلك؟ خليني رتب الأمور بالأول وبعدين بقول لك. هلأ لا تطف لي قلبي، قول مين هالبديل بقى؟ 4 3 2. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شاهد على العصر. عبد الغفور عرعور يتمنى أن تمضوا معنا وقتا طيبا. في البداية كان لها فضل المساهمة في كشف جاسوس عام 1959 وفك مشنوق وطني عام 1924 وشنق مجرم هربان عام 1939، كما أنها رقصت في المعتقلات والسجون وأفرجت عن صحفي غربي معتقل في أحد السجون العربية عام 1962. نعم سيدتي وسادتي، إنها المرحومة شاهيناز سنبتيك. ويسرني في هذه الحلقة أن أستضيف السيدة فضة البعراني مستشارة الهزازة شاهيناز سنبتيك لتكمل الحديث عن مآثر الراحلة الفقيدة. فاصل إعلاني قصير ثم نعود بعد فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا.